مساكم الله بالخير وحياكم الله وحلقة جديدة وأحداث جديدة في برنامجكم اليومي الديوانية. بكرة منتخبنا السعودي الأول يخوض ثاني مبارياته في التصفيات الآسيوية المشتركة أمام منتخب سنغافورة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. بريدة وأهلها ما يحتاجون توصية ولا دعوة، أهل القصيم سيقدمون الدعم الكامل للأخضر ونجومه، فل الملعب إن شاء الله بكرة. مباراة أيضا مهمة لصقورنا ويحتاجون دعم كامل لتحقيق النقاط الثلاث أمام منتخب متطور ويتصدر ترتيب المجموعة. قضية أخرى نطرحها اليوم تخص المتحدث الرسمي وغيابهم عن المشهد سواء في الأندية وحتى في اتحاد اللعبة وكذلك في رابطة دوري المحترفين. وقبل البداية يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاج الديوانية الظاهر معك أسفل الشاشة. ضيوفي في حلقة اليوم واللي أسعد بتواجدهم الأستاذ عبد الكريم الزامل، أيضا الأستاذ سعد المهدي، أيضا الأستاذ فيصل الجفن واللي بيلتحق فينا بعد شوي، أيضا الأستاذ علي المرشود، الأستاذ عبد العزيز اليوسف، وأخيرا الأستاذ حمد الصويلحي. مساكم الله بخير يا جماعة، حياكم الله، منوريني اليوم. طيب خلونا نبدأ احنا الحلقة بآخر الأخبار في برنامج الديوانية. أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي إيرفي ريناند في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سنغافورة أن هذه المباراة ذات أهمية خاصة رغم كونها على أرض الأخضر، وذلك لأنها مباراة أمام متصدر المجموعة، مؤكدا أنه سيسعى لاستعادة ثقة الجماهير السعودية بالمنتخب، فيما رأى اللاعب يحيى الشهري بأنهم كلاعبين سيكون لهم في مباراة الغد كلمة وسيعوضون ما حدث في مباراة اليمن الماضية. تعادل فريق المواهب السعودية في أولى مباريات معسكر برنامج الابتعاث السعودي لمواهب كرة القدم مع فريق ريتس الإسباني على ملعب الفريق في مدينة سالو الإسبانية بهدف لكل منهما. أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين في تويتر عن موعد إعلان جوائز الشهر، حيث سيتم الإعلان عنها في 12 من أكتوبر الجاري. اختتمت أمس دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى والتي انطلقت في 24 من سبتمبر الماضي، حيث أقيمت بالتعاون مع أكاديمية أوليفر كان ومدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وبرعاية الهيئة العامة للرياضة. وقعت إدارة نادي النصر مساء اليوم عقد شراكة مع شركة نقي للمياه لتصبح بذلك المياه الرسمية لنادي النصر، حيث ستحصل الشركة بموجب هذا العقد على عدد من المزايا والحقوق الإعلانية. طب هذه هي الأخبار، خليني ببدأ من عندك أستاذ عبد الكريم الزامل، الخبر اللي أنت مختاره وتبغى تعلق عليه. ما يمكن الخبر الأهم حبيب القلب منتخبنا السعودي، الحقيقة غدا يدخل الخطوة الثانية المهمة جدا 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 في طريق التصفيات. احنا سمعنا المدرب رينار عندما أكد أن هذه المباراة مهمة لسبب أو سببين، الأول أنها تقام على أرض المنتخب السعودي، الأمر الثاني أنها أمام المتصدر منتخب سنغافورة، وبالتالي مثل هذه المباراة لا شك لابد بأي حال من الأحوال أنك تكسبها. نعم. التعادل أو الخسارة لا سمح الله حيكون موقفك صعب جدا جدا، خصوصا يعني أنت خسرت نقطتين ما كان يجب أن تخسرها أمام منتخب اليمن اللي يعتبره منتخب مهما قيل ومهما نقدم السوء منتخب ضعيف جدا. نعم. يعني لا يقارن بالإمكانيات الموجودة منتخب السعودي. لا يقارن بلاعبين يشاركون في دوري المحترفين السعودي مع لاعبين اصلا ليس لديهم دوري، وتنتهي المباراه بالتعادل، كانت انا اعتقد انها ضربه قاسمه لمنتخبنا ومفاجاه للجماهير. اذا غدا الحقيقه هي مباراه انا متوقع ان اللاعبين يستشعرون اهميتها، ولا بد من الخروج من المباراه منتصرين. التعادل غير مقبول، هذا غير الخساره. أيضا الأمر المهم في هذه المباراة من وجهة نظري الجمهور، أنا أقول هو رقم واحد غدا وهو المحرك الأساسي للمنتخب السعودي، لا مدرب ولا خطة فنية، ما فيها كلام. أنا أقول جمهور غدا وأنا أخاطب جماهير منطقة القصيم، يعني كثير من المناطق لماذا الأندية الكبيرة لا تلعب لدينا، لماذا المنتخب السعودي لا يلعب فيها، الآن جتكم الفرصة،
نشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذه الخطوة لأن نعتبرها إيجابية لما يكون منتخب السعودي يلعب في كل مناطق المملكة. نعم. لأنها كل مناطق المملكة هي على ما قال لها حق أن تشاهد منتخبها ولها حق أن تدعمه ولها حق أن تشارك في أفراحه وفي انتصاراته. إذا جمهور القصيم غدا أنا لا أوصيكم الحقيقة. احنا نشوف احيانا الديربي اللي بين الرائد والتعاون شوف نظرات على المرشود على المرشود عاد ما يحتاج هو بكره لازم يسافر ويحضر المباراه يتحق عليه جزء من المسؤوليه. انا اقول جمهور القصيم جمهور ذواق لكره القدم وجمهور واهل القصيم اهل نخوه يعني لما تنقيهم في مثل هذه المواقف ما اعتقد انهم راح مثلا يتخاذلون في مثل هذا الموقف لظروف مثلا صحيح. والله يوم عمله يوم دراسة لا بالعكس المباراة ومنتخب السعودي غدا انتصاره هو على عاتقكم أنتم يا جماهير القصيم. أنا ما راح أتكلم عن منتخب السعودي بشكل فني ما راح أتكلم عن الأمور الأخرى. أنا غدا تركيزي على الجمهور. أنا أريد الملعب غدا يكون ممتلئ عن بكرة أبيه. هذه رسالة الحقيقة لبقية المناطق عندما يحضر فيها المنتخب السعودي وتكون دافع أيضا للاعبين غدا لتحقيق الانتصار وهم إن شاء الله بيحضرون. نعم وزي ما قلت أهل القصيم أهل نخوة. أهل نخوة ما يحتاج هذا معروف عنهم. قول عنهم زيادة. لا 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 القصيم ما يحتاجون شهادتي أنا ما أنا ترى 70% دون قصور في الباقيين طبعا 70% من أصدقائي ومن يعني الناس اللي أعزهم وأقدرهم من هالقصيم الحقيقة وأعرفهم ما يحتاجهم. نعم. في كل الأمور الطيبة تلقاهم موجودين وحاضرين وأنا عشان أدخل لا وبكرة إن شاء الله أبد بيبيضون الوجه إن شاء الله وأنا عشان أدخل البيت بعد كلنا في الهواء سوا. سعد المهدي إيش الموضوع اللي ممكن تعلق عليه؟ نتكلم عن دورة ال وكان موضوع المنتخب طبعا احنا مخصصين له جزء بنتكلم عنه. في الدورة التدريبية طبعا الرخصة السعودية هي تحمل طبعا جانبين من الأهمية. جانب ان الرخصة بمسمى الرخصة السعودية وهذه طبعا اعتقد انها بادرة جديدة للاتحاد السعودي كرة القدم او القائمين على مثل هذا العمل لجعل هناك دورات تحمل الصفة الوطنية سواء في حراسة المرمى أو كمدرب لياقة بدنية أو كمدرب بشكل عام. ممتاز. هذا أمر جيد عشان يوسع الفرص للراغبين في الانخراط في هذه المهنة. وفي نفس الوقت يعني يكون اختياره لإقامة مثل هذه الدورات يتوافق مع احتياجات كرة القدم السعودية. حلو. طبعا احنا نعرف أن الفترة الحالية هذه بعد السماح للحارس الأجنبي بالتواجد في الدوري سواء المحترفين للأندية الممتازة أو المحترفين للأندية الدرجة الأولى أصبح هناك شح في حراسة المرمى في الأندية في الاعتماد يعني الأندية لم تعد تعتمد على الحراس السعوديين وبالتالي راح يكون هناك يعني شيء من التلاشي التدريجي لوجود مثل هذا الحارس ولكن بإقامة مثل هذه الدورات وبوجود مثل هذه المدربين الجاهزين لاستخراج أجيال جديدة من الحراس وصقلهم وتهيئتهم وضمان يعني إنتاج حراس على مستوى عالي يمكن لهم أن ينافسون على المراكز الحراسة وفي نفس الوقت يهيئهم للمستقبل. مشكلة الحراسة عندنا أبو نواف في التدريب ولا في المواهب نفسها؟ لا هي أولا في الفرصة انت اول شيء تفتح الفرصه لهذا المركز او اي مركز يعني اي مركز لو وجدت عليه ضغط من الاحتراف الاجنبي ومؤكد انه بيكون دائما بس قبل يعني التواجد الاجنبي بالحراسه كان عندنا يعني ما نشوف الحراس عندنا بمستوى عالي مثلا محمد ديع اللي جلس فتره وهو متسيد المرمى. هذا صحيح بس هذا يعني طبعا يرجع لان مركز الحراسه خانه واحده فتضيق أيضا مساحة التنافس بين اللي يلعبون في هالمركز وفي نفس الوقت أيضا حتى أنا هذا ابن نواف ما فهمتها شلون المركز الحراسة هو خانة واحدة. نعم الحراسة خانة واحدة ايه؟ يعني أنت تتكلم وسط الملعب فيه 10 لاعبين يعني بإمكانك تداور بينهم بإمكانك تبادل في المراكز بإمكانك يلعبون على الأطراف يدخلون ايه؟ جوا إلى آخره تلاقي يمكن الباك أحيانا يلعب في قلب الدفاع وهكذا ولكن ايه؟ الحارس واحد دائما ففرصة دائما ضيقة وهذا دائما يشتكوا منه الحراس يعني وأعلنوها يعني أو صرحوا بأكثر مرة ممتاز. تجد الآن في حارس ممتاز وفي حارس جيد جدا لكن الحارس الممتاز هو المستمر. نعم. والجيد جدا دائما جالس مركون في الاحتياط وهذا ينعكس عليه مباشرة في انخفاض مستواه لأنه لا يلعب
والمدرب ايضا لا تلومه لانه يعرف ان مركز الحراسه يعني من اساسياته استمرار الحارس في مرمى لمباريات متعدده على اعتبار انه يثبت في المرمى ويكون اكثر قدره على ملء هذا المركز. فبالتالي اصبح دائما الاعتماد يعني على واحد او اثنين بالكثير في الموسم، هذا وارد في كل الانديه وفي كل العالم تقريبا، ولكن مع وجود مدربين كثر مثلا يدخلون في مثل هذه الدورات وتحاقهم في الانديه وعملهم في الانديه، ممكن هذا يعني يكون بارقه امل لهذا المركز واللاعبين في هذا المركز، سواء على مستوى الناشئين البراعم الشباب الفريق الاول، تبدا يمكن على الاقل المركز هذا يبدا يجد له من يرعاه تدريبيا، ويمكن يكون هذا امر جيد بالنسبه لهم. لذلك انا اعتبر هذه خطوه جيده واتمنى انها تحقق طبعا المأمول منها، خلاف ايضا انه التخصصات التدريب هي مش مفروض انها تكون دائما في مدرب التكتيك، يعني فيه مدرب اللياقه البدنيه وفيه مدرب الحراس وفيه مساعد مدربين، لذلك ايضا فتح المجال وتوسيع قاعده التدريب هذا امر مهم وبيعطي فرصه للشباب والراغبين في الالتحاق بهذه المهنه ان يكون لهم تواجد. نزل يوسف، شو الخبر اللي انت بتعلق عليه؟ شيء بسم الله احييك واحيي المشاهدين الكرام. انا كان ودي اعلق على المنتخب بس بما اننا بنتكلم لاحقا ان شاء الله جزء كامل، لكن خلينا نتكلم عن توقيع النصر بالنسبه لمع مياه نقيه بالنسبه كايضا واحد من الحزم التي تنوي اداره النصر في توقيع عدد من الراعين، بغض النظر عن قيمه العقد او خلفيات او تفاصيله، لكنها ايضا هو قد يساهم في جزء من يعني مداخيل او حاجه او خطه الاداره الى يعني ان تحصل على مدخول من جانب اخر. عبد العزيز، يعني في هالنقطه وانا ما ابغى اتكلم عن النصر تحديدا، باخذها بمجمل. طيب احنا ما شفنا مثلا شركات على مستوى كبير، دون تقليل في الشركات الموجوده الان تتوقع مع الانديه، ما شفنا الشركات ذات خلينا نقول السمعه الكبيره واللي ممكن اللي تقدم اي مردود اصلا كبير. فلسفه يا عبد الرحمن اخواني الاعلان على مستوى مع كل الانديه، ترى ما تكلم تحديدا عن النصر، خلينا على مستوى اوروبا، تروح الان بايرن ميونخ ترى ما عنده شركه واحده بالكثير. ليش؟ يعني الشركه تدفع مبلغ هائل تقول لها ما تعلن، هذا انت الملابس كلها اعلانيه بالنسبه لي. نعم. فتمنع من اعلان اي، لكن احنا لا، احنا نوقع او توقع في راعي رسمي اللي يوضع على الصدر، وتقريبا هو اكثر من او أكبر هو اكثر من يدفع او اكبر مبلغ يدفع هذا اما باقي القميص وحتى على ما دون القميص يضع يعني مبالغ متفاوته، حتى تصل ان بعض الشركات انها تعطي خدمات. صحيح. ما هو يعني مو شرط مو مبلغ مالي، وبعضها تظهر فقط الى انها يعني تؤدي بعض اقل من الخدمات، شيء ذكرا يعني. عبد الرحمن معلش بقاطع انا. سمت. اعمار انت ما تعتبرها شركه كبيره؟ شركه كبيره تقول ما في اي شركه كبيره. لا انا اتكلم على الانديه كلها. ما اخذت لا يعني. اتكلم عن الانديه كلها، احد الانديه عنده عمارة. لا حتى انا ما ابغى اتكلم عن نادي واحد، انا اذا بتكلم عن واحد بقول اتكلم عن الانديه كلها، اقول يعني اتحاد النصر عنده، الاتحاد الاهلي عنده، السعوديه شركات كبيره، عند السعوديه شركه، بس زي ما قال عبد الرحمن، لا هذولي 50 مليون شيء 50 مليون ما بشيء. اي بس ترى عبد الرحمن يعني انا ابغى شركه تعطيني 100 مليون مستعد ما اخلي ولا معلن ولا اعلن ولا واحد. اي بس عبد العزيز اساس اعمار الحاله 65 مليون ما اعلنت ما اعلنت بس ترى عبد الرحمن ما يتكلم عن الشريك الاستراتيجي. اي انا ما اتكلم عن بقيه الشركات اللي ما في علي، ما في شريك استراتيجي، في معلن رسمي ورئيسي. اي الرئيسي اللي هو على الصدر زي بايرن ميونخ زي فرق، يعطونك فرصه فقط في اعلان اخر بسيط جدا، لكن احنا تجد القميص على سبعه معلنين. صحيح. هذا زيت وهذا ما ادري وش وهذا. طيب تجد ان ايش حتى تشوه شو اسمه القميص، لدرجه انه بعض الانديه وضعت اسم اللاعب اسفل من الرقم ترى مرات على اساس اني استفيد من ايش. عبد العزيز اذا في الاتحاد في النصر والسعوديه في الاهلي واعمار في الهلال ما هي مبالغ كافية يعني. شوف. لا مبالغ لا لا كقيم ما انت الان النادي يصرف كم هي عملية تقييم يعني تقييم لا هي مثلا هي طب اعلى رقم الظاهر على كلام ابو نواف هو الهلال الان على مستوى 65 انا ما اعرف ما شفت في السنة الواحدة ولمدة خمس سنوات اي فقط اعمار هذه ترى قضية فقط اعمار 65 واصل 112 قضية 65 مليون نادي ممكن يصرف 300 400 مليون لا تمثل اي شيء،
لأنها القيمة ما تم. لكن خلينا نشوف إذا كان هو المعلن الرئيسي كم باقي الشركات اللي بتعطي الهلال التعاونية 32 والملابس ستيم لا التعاونية 20 وستيم 32 وترى في وفي على فكرة يا أبو نوام في شركات توقع معها إدارة الأندية شركات غير الشريك اللي هو يقول عبد العزيز الاستراتيجي أو الرئيسي هذه مثلا بعض الشركات مثلا الإعلان يكون موجود في الملاعب بعض الشركات موجودة الإعلان في التدريب بعض الشركات موجود في بعض الألعاب لذلك هي مختلفة بعضها حتى لكن على الجهاز الطبي بنور اي نعم بعضها حتى على الجهاز الطبي لذلك احنا نتكلم يمكن يتكلم عبد العزيز عن فقط المبلغ المادي انا اعرف مردودك علي علي لما تبغى توقع مع معلن ابغى اوقع مع معلن مو فقط اني عشان اضع اسمه او هو يستفيد مني اذا ما هو مؤثر اليوم الهيئة تعطيك دعم صح ولا لا ثقة تامة من هذا الدعم لو انقطع عنك لن تكفيك الموارد اللي تجيك أكيد. لا شريك رئيسي ولا غيره لو يدفع 100 مليون ما راح تكفيك لا إذا, اذا اذا انقطع هذا الوضع. اذا انقطع الدعم نقطع السبعه على جانب هذول طبعا وترجع هذا امر طبيعي يعني تربط اذا لأن في شيء اصلا مقابل شيء بتربط الدعم لاجل الاستمرار مثل هال صحيح. اصلا هذا مشروع بتركيبة. يعني. انا ما اظن انها ربطت يعني. بتربطه بتركيبه للنادي تنزع منه سبعه وترجع ثلاثه او اربعه ايضا حتى قيمه اللاعبين بعض اللاعبين قيمتهم افضل ما شاء الله طب عشان كذا ما راح حتى لو ثلاثه عشان كذا ما راح ينقطع لا حتى لو ثلاثه عشان كذا ما راح بعض اللاعبين عنده 25 مليون ياخذ في السنه ولا ما ادري كم ايه. وهو له واحد ولا اثنين هي ايه. قضيه فالان المعادله مرتفعه جدا قضيه دخول مداخيل النادي وحتى مصروفاته فتجد انه بعض الان ما تسمعون في بعض الانديه عندها ديون مع هذا الدعم اللي موجود ومع الـ 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 مع الـ يعني حتى مداخيلها اللي تعتبرها وبوجود بعض أعضاء الشرف الذين لا يظهرون ها يعطيك مليونين ولا ثلاثة ملايين مع ذلك تجد في قصور في قضية طبعا ما نبغى ندخل زاوية أخرى اللي هي الهدر المال اللي قاعد يدور في الأندية ولا تستفيد من مداخيلها المفروض 50 مليون 60 مليون اللي جاتك هذه تصرفها في خاناتها في أماكنها بشكل صحيح لكن اللي حاصل عند الأسف هدر أنت تعرف أنا أتوقع شخصي أنه مدخول أي نادي من اي شريك رئيسي يروح بس في مخالصات العزيز انت الان يعني اللي فهمته منك انا اختلف معك كثير انت قاعد تكسر المجاديف يعني انت رايح يعني تبغى الانديه لو يفترض واعلانات بمئات الملايين انت الان يعني مثل هذه التعاقدات ومثل هذا التوجه احنا نشجع بغض النظر حتى عن قيمة الإعلان هذا المفروض تصير عليك كل الأندية انت ثقافة تأسسها عند الأندية البحث عن المعلن ترى ما هي بالسهولة عندنا ترى مشكلة هنا في السعودية يعني معلن بدون ما يعطيني لا شيء لا هو عندنا مشكلة لا مو يعني المبلغ انا والله مثلا انا اقول والله قيمة مثلا الإعلان في الخلف مثلا اقل من 10 مليون ما راح اعلن مو صحيح اذا جاك 6 مليون اعلن يا اخي السنه هذه ما عندك أنت مشكله تتكلم انا اقصد على المداخيل خلاص تبغى تغطي النادي عقبها المداخيل الان الفاتوره عاليه انت تعرف السبب ابو نواف قال لك هذا مشروع دوله في عمليه ان استقطاب الاجانب انهم يكونون من زي ما المستوى A العالي جدا على مستوى العالم يعني عندك نجوم الان يصنفون من على مستوى اللاعبين الاوائل على مستوى العالم عشان كذا الفاتوره كانت عاليه بتوجه من الدوله مش من الأندية صحيح. الأول كانت الأندية دخلها 70-80 مليون تذكرون قبل 5-7 سنين وكذا وكانت تعلن 70 يصل دخلها 100 مليون تحصل مصاريفها في السنة 130 مليون 120 هي ماشية هم مطبقين المثل اللي يقول مد رجولك على قد الحافك بعض اللاعبين يأتون وقيمتهم تلقاه 500 ألف ويجينا 3 مليون هذه عادة هذا شيء آخر معليش لا لا هذه الهيئة ما لها دخل في هذا الأمر هذه إدارة أندية لا معليش هذا الأمر يدخل في فساد هذا الفساد لا مو ما قلنا لا لا فساد عشان عندي هذا. فلوس انا راح اشتري شيء اكثر لا هذا فساد لاعب قيمته 500 الف دولار جيبه 5 مليون دولار هذا فساد ليش؟ ما لي علاقه عشان عندي فلوس كيف عشان عندي لا يعني لا هذا عاده عندي شيء اخر ملاءة اقدر اشتري لها انا اقول اليوم اتمنى كل يوم نسمع عن توقيع عقد اعلاني في الانديه وهذا هو اللي يجب ان يحدث بغض النظر لا نقول والله بعض الانديه تحط قيمه معينه كم ولا كيف تبغاه انت الان ابغى الكم الان ابغى الكم ثقافه لازم احط تنافس بين الشركات يا عبد الرحمن لازم يتنافسون الشركات الان مشكلتنا ترى في السعوديه مشكله جماهيريه شفت ولا لا يقول لك والله هذه اعلنت الشركه هذه مع نادي الهلال انا قاطعها
ولا يقول لك اعلنت في النصر انا قاطع، هذا مو بصحيح. انت تبحث عن جوده، سواء اعلن لها الهلال ولا الاتحاد ولا الاهلي ولا النصر، هذا الصح. هاي الثقافه لازم تتغير عند الجماهير. احيانا يكون منتج مثلا سيء وتلقى معلن عنه فريقه يروح يشتري منه، هذا مو صحيح. يا اخي راح ادعم فريقك مباشره احسن لك من تشتري منتج هذا، راح ادعم فريقك تبرع له واحضر مبارياته افضل لك، يمكن الفلوس تروح له بشكل افضل. بس كذا انت ما تحفز الشركات، يقول اذا انا جيت مثلا لا. والمنتج ما ناسب ما هذا النادي اللي انا رحت له الجماهيري جماهيره مو بجايتني، وهو جاي عشان الجماهير. لا انا اقصد هو المعلن لا, لا, يعني. لا, لا, لا صحيح. انا اللي صاحب شركه واسمعك تقول كذا بقول لك معناته ابراهيم. الشركات الاتصالات ليش الشركات احجمت؟ يقول انا ماني معلن اساس ما اخسر جماهير الانديه الاخرى. هذه مشكله، اقول ثقافه لازم تتغير. يعني منتج معلن عنه الهلال يشري من النصراوي واتحادي ولا عادي، ومنتج معلن عن النصر يشري من، هذه الثقافه اللي ابغاها تكون. هذا المفروض موجود، هذا لصالح الشركات كلها ما تحسب. طيب انا ما يمكن دقيقه بس انت كملت موضوعك فيها خلاص؟ لا لا قفلته. يلا كمل. اذا اتجاه اللي يقوله ابو حسام فقط مجرد اني اجيب معلنين واملا وارص القميص اي كان سواء دفع ولا دفع، هذا امر اخر مجرد فقط هذا كم. لكن انا ابحث عن الكيف، زي ناندية العالم اللي تبحث عن مداخيل صحيح، بعد سنتين سنوات تقول لي خصخصات تبي اعتمد النادي على مداخيل هذا، وتبي شركات من يعني من المبالغ البسيطه، هذا لا يمكن تنجح. شيء اخر يعني الان بعض الشركات لما تعلن النادي يشرط عليها، انا ما تعلن عن النادي الثاني، وهذا مفروض وهذا الصحيح. طيب. ما يمكن تجي شركه تعلن عند كل الانديه. ممتاز. قد تكررت واحدة شركة الصالات اللي أعلنت عن أربع أندية. طيب. ونادي واحد فقط ووجدت أنها مبالغ بسيطة وسببت إشكالات كبيرة ترى. طيب واضح أن اختيارك أنت في الموضوع عبد العزيز سبب أزمة في الحلقة. حمد صويح إيش الموضوع بتعلق عليك؟ بس تعليق على كلام الأستاذ في نفس الإطار، يعني بتكلم في نفس الموضوع في نفس الإطار. أنا بالنسبة لي بعرج على تجربة الهلال هذا الموسم استثماريا في حزمة العقود، أنا أشوفها تجربة بالنسبة لي ناجحة جدا. بحكم انه لما تجد نادي كده بشكل عام اي لا انا اتكلم عن الهلال تحديدا، تجربه ناجحه جدا بحكم انه استطاعت اداره الاستثمار بنادي الهلال توفير عقود رعايه بما يقارب ال 200 مليون في السنه، بمعنى انه خمس سنوات هذه مليار ريال. فبالتالي 200 مليون هذا رقم معلن للهلال او طبيعي ما يصل الى لا 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 تعلن الارقام في اي نادي، ولكن بالتأكيد أنه اجتهادات الإعلامية تخرج بالأرقام اللي توقع مع كل شركة معلنة في معلومات حمد الصويلحي على شهر نادي. أنا أقول لك معلوماتي تصل إلى 200 مليون سنويا، هذه عقود رعاية الهلال في 117 معلنة ترى خمس سنوات معلنة. هذه 117 بنواف قبل التوقيع الجزئيات هذه. طيب. قبل التوقيع انا ما بذكر بعض الشركات عشان ما يزعلون على القناة الرياضية يعتبرونها اعلانات، لا لكن منك قبل توقيع اخر ثلاث عقود للهلال، فبما يصل تقريبا 200 مليون، هذا بخلاف الدخل الجماهيري والتلفزيوني وغيره. فبالتاكيد ان تجربة ناجحة تشكر عليها الإدارة. طيب. الحالية لنادي الهلال. بالنسبة لي بعرج على موضوع اليوم حساب الدوري السعودي للمحترفين بالنسبة للرابطة أعلن عن وجود جوائز الشهر، فيها جائزة لأفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس، 50,000 ريال لكل فئة، بمعنى 150,000 ريال شهريا. هذه مبادرة أنا أعتبرها محفزة جدا لجميع الأندية واللاعبين لتقديم. يعني انت عندك موضوع انا متعلق عليه ضمن الاخبار، هي من ضمن الاخبار الان. اجل قبل شوي مو كان لا تعليق على كلام بس ليش رحت للهلال؟ متسلف منه. رحت ناخذ الموضوع للهلال لانه تجربه ناجحه انا مطلع عليها. أيه. واعتبرها الانجح بين الانديه السعوديه. انت تعتبرها؟ طيب. نعم. على عبد الرحمن وبالارقام هي فعلا موضوع عام يا عبد الرحمن، وبالارقام كانت هي الانجح، لكن نتكلم عن الناجحين. تعليقي الان على ما نجح يمكن. طيب كمل تحريقي على بالنسبة لأخباركم على رابطة الدوري المحترفين. اليوم أعلنت كل اللي كنت أتمناه أنه تعلن الآلية، وأيضا هل يوجد مثلا لجنة فنية من خلالها يتم اختيار الفائزين بالجوائز، هل بيكون من ضمنها تصويت جماهيري، هل ما أعرف الآلية، هل ما عندي فاصل عندي فاصل هل كانت ما كانت واضحة ما أخذت علي المرشود ما أخذت علي المرشود أبو نواف مسكين. طيب أبروح الفاصل وأرجع مع علي المرشود يعلق على الأخبار معنا. يا هلا ومرحبا فيكم مره اخرى في برنامج الديوانية. علي المرشود شو الخبر اللي انت اخترته وتبي تعلق عليه؟ انا ما دام الزملاء تكلموا عن العقود من العقود، طبعا اليوم النصر يمكن يعني ما اعلن، او حتى كل الانديه اللي عندنا ما تعلن كم القيمه الماليه، يمكن تعلن فقط
في بعض البنود العقد من خلال هل هي مده موسم او موسم نواف الهلال معلن 117 طيب ما سمعت اعطيكم الاخبار اجيبها لكم طيب ما اعلان رسمي من النادي لكن في كل عقد معلن 65 32 20 لكن انا بتكلم عن 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 الخطه الموجوده في اداره النصر برئاسه الدكتور صفوان سويكت. اليوم العقد مع شركه مياه نقي لمده حتى نهايه الموسم، كانت الشركه نفسها ترغب بان يكون العقد لمده 3 مواسم، ولكن اداره النصر ارتأت الى ان يكون لمده حتى نهايه الموسم. طيب. العقد 2 مليون ريال، سيكون الاعلان على الشورت بالنسبه للاعب الفريق الاول 2 مليون ريال في السنه حتى نهايه الموسم. أيه. احنا نتحدث الان يعني عن 7 شهور ثلث. أيه. الموسم راح بالضبط. بالاضافه الى مميزات اخرى طبعا ما بين الشركه وما بين نادي النصر، ايضا بحسب مصادري اللي اطلعت عليها قبل قليل انه هناك اكثر من 4 شركات بنفس المبالغ او ممكن تزيد بشكل اكبر عن عقد شركه مياه نقي لاداره النصر، وفي هناك حراك. ولا انسى بصراحه اشيد بالخطوه اللي قاعد يقوم فيها الاستاذ مشعل السفاعي اللي هو بالتفاهم مع اداره النصر وخبرته في هذا المجال. بالاضافه الى وجود الاستاذ الجميد الموجود في اداره النصر. عموما احنا في النهايه نتكلم مثل ما قال ابو حسام، ترى اللي اخلى الشركات يا عبد العزيز تتراجع كثير، انا اقصد الشركات الكبيره تتراجع كثير عن عمليه عدم الحضور للاستثمار في الوسط في الانديه بشكل عام، هي بصراحه اللي حدث في السنين الاخيره الماضيه اللي انت تذكرها في شركات الاتصال، عدم الايفاء بكثير من بنود العقد. يا رجل في احد الانديه الكبيره كان ياخذ مستحقات من سنوات قادمه. من هو؟ بغض النظر عن ذكر الاسماء، ولكن هذه انا متاكد منها نادي الاتحاد. لذلك واحيانا يلغون العقود، بعض الانديه تلغي العقد بدون وجه. نادي الاتحاد هو نفس النادي اللي تقوله نادي ثاني؟ انا ما اقدر اعلق انا. طيب. اتكلم لكني انا متاكد انه ليش الموضوع محرج يعني؟ لا لان فيها اسماء انديه هو يعني وادارات سابقه لها احترامها قدمت العمل والجهد وذا، ولكن انا متاكد انه ايضا في بعض الشركات، في مود من الشركات يا عبد الرحمن تختار بعض الانديه اللي هي في مؤخره الترتيب وفي وسط الترتيب، اللي عندما تلعب مثلا لما اقول لك ان الرائد بيستضيف النصر او الهلال او الاتحاد والاهلي، تختار هذه المباريات لتوقيع عقود لهذه المباراه تحديدا فقط على مباراه لانها واحدة. تعرف ان هذه متابعه اعلاميه على مباراه واحده يوقع على مباراه واحده لمبلغ معين 300,000 ريال 400,000 ريال. هذه تفيد الانديه، المبلغ هذا يفيد الانديه، الدخل الجماهيري للانديه هذه عندما يحضر هلال نصر اتحاد اهلي ويطلع في 300,000 400,000 من الدخل الجماهيري، هذا بشكل كبير يفيد الانديه. عموما أنا وجهة نظري الشخصية أنه الأيام القادمة أنا أشجع كل الأندية في عملية التعاقد وعملية أنه مثل ما قال أبو حسام أنها يعني تكون. طيب. متشجعة عملية تعاقد مع الشركات هذه حتى لو كانت العقود المالية صغيرة. طيب الآن في تويتر على حساب نادي النصر، نادي النصر يظهر يخرج ببيان من مجلس إدارة نادي النصر، طبعا بيان طويل بقرأ أجزاء منه. انطلاقا من الدعم المادي والمعنوي الكبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سلمه الله وحفظه للرياضة السعودية ولكافة الأندية لرفع مستوى المنافسة العادلة بينها على حد سواء، ولأن إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت مؤتمنة على حقوق النادي أمام مشجعيه، فقد تابعت الإدارة الحوار الدائر بين رئيس اتحاد الكرة الأستاذ ياسر المسحل ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني السيد فرناند تيراسكو، استغربت وبشدة التبريرات غير المفهومة للدفاع عن الأداء الضعيف لتقنية VAR الفار في عدد من المباريات هذا الموسم، ومن حقها أن تتساءل عن ما يلي. أولا في مباراة نادي النصر الأولى ضد نادي ضمك في الرياض، قام الحكم النيوزيلندي ماثيو غونز بالعودة لتقنية الفار في أكثر من لقطة، وعدل عن قراره مرارا بحثا عن العدالة للجميع، وقد رحبت الإدارة بهذه القرارات حتى وإن كانت لم تصب في مصلحة نادي النصر. لكن السؤال المهم، لماذا غابت هذه التقنية عن مباراة نادي النصر الثانية ضد نادي الفتح في الأحساء بإدارة الحكم الروماني أوفيدو هاتيجان، ولماذا تعطلت طوال اللقاء، ولماذا وقف الحكم الروماني موقف المتفرج أمام العنف والخشونة المفرطة التي تعرض لها نجوم النصر ودفع ثمنها غاليا النجم أحمد موسى بإصابة منعته من مشاركة ناديه ومنتخب بلاده قرابة 2 شهرين.
الثانية، لماذا تكرر العنف وزادت الخشونة ضد لاعبي النصر في المباراة الثالثة ضد نادي الشباب بإدارة الحكم البولندي دانيال ستيفانسكي في تجاهل للوائح والأنظمة التي تنص على اللعب النظيف والحفاظ على سلامة اللاعبين، ولماذا لم تفرض العقوبات ضد من يمارس الخشونة والعنف والذي كان ضحيته النجم جوليانو بإصابة أبعدته عن الملاعب شهر، ولماذا لم يعود الحكم إلى تقنية فار في أكثر من لقطة ظهر فيها عنف وخشونة مثل الدخول العنيف من لاعب الشباب محمد سالم على النجم عبد الرزاق حمد الله. ثالثا، لماذا رفض الحكم النرويجي سفيان موين في مباراة نادي النصر الرابعة ضد نادي الحزم في الرياض الرجوع لتقنية فار بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك، واكتفى بالمحادثة اللاسلكية بينه وبين حكم تقنية الفار التركي كونيت شاكير في كل الحالات الجدلية، وعلى رأسها واحد لقطة هدف الحزم الوحيد رغم إشارة المساعد الثاني النرويجي بعدم صحة الهدف وإجماع خبراء التحكيم بعدم صحته. اثنين، لقطة العرقلة الواضحة للنجم سلطان الغنام والدفع المتعمد للنجم فهد الجماعة داخل منطقة الجزاء والتي أجمع خبراء التحكيم على أحقية النصر بضربتي جزاء في تلك المباراة. رابعا، لماذا رفض الحكم البرتغالي في مباراة نادي النصر الخامسة ضد نادي الأهلي في جدة الرجوع لتقنية فار بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك في كثير من الحالات الجدلية داخل منطقة الجزاء خصوصا للنجم عبد الرزاق حمد الله. خامسا، لماذا يرفض حكام الساحة للمباريات التي يكون أحد طرفيها نادي النصر العودة لتقنية فار في الحالات الجدلية ويعودون له في مباريات الفرق الأخرى؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة، لذا فإن إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان السويكت تطالب برفع مستوى الأداء التحكيمي وتطبيق مبدأ العدالة والتنافس الشريف وتطبيق تقنية الفار على جميع الأندية بمستوى واحد مع تحسينها وإظهار لقطات فيديو واضحة بكاميرات خاصة بهذه التقنية للحكام وللمشجعين والمشاهدين على صعيد واحد كما هو مطبق في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، كما تعد الإدارة جماهير الشمس بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستدافع عن حقوق النادي الاستثنائي بكل ما أوتيت من قوة بما تكفله اللوائح والأنظمة والقوانين المرعية، والله الموفق. هذا بيان نادي النصر كله على مستوى الأسئلة الموجهة للاتحاد السعودي ولجنة الحكام. عبد الكريم الزامل، الحقيقة أنا بالنسبة لي تقنية الفار خصوصا هذا الموسم أنا أقول كذبة الفار وليس تقنية الفار، لأن الحقيقة الموسم هذا يعني شاهدنا مسرحيات أقل ما يقال عنها أنها مسرحيات هزلية. أعطني مسرحية واحدة. يعني زي مثلا يأتي الحكم الساحة كأنه بيشاهد اللقطة ما يشاهدها لأنها غير موجودة، ما في تقنية فار، عطلانة يمثل على الجمهور ويعمل حركة اللي شاهد في الغرفة، مو بشرط انه يشوف. لا طيب. لازم يشوفها. هو يقول انا شفتها. هو يقول يعني اني شفتها انا، ويروح قدام الجمهور يتخذ القرار. يعني هذا يعني استغفال للجمهور، استغفال للناس. يعني المشكلة الحين ابو في الاشارة. لا انا اقول لك خلنا هي تعبير يعني قصدي انا اقول لك من ضمن هذه الاشياء الامر الاخر التباين في القرارات. انا كررتها من الموسم الماضي، اقبل مثلا من الحكم ان مثلا يكون في تباين في قراره من مباراه لمباراه، لان قد يكون زاويه الرؤيه المره هذه مش واضحه زي المره السابقه مثلا ولا اتخذ فيها نفس القرار السابق، انا اقبلها. لكن من تقنيه الفار لا، ما اقبلها. هي قدام اللقطات ويشوف ويعيد وياخذ له دقيقه او دقيقتين او ثلاث دقائق في المباراه الف يحسبها بلنتي، مباراه باء ما يحسبها بلنتي، وهي نفس واحيانا نفس اللي موجودين على تقنية الفار. ايضا شفنا قرارات متباينة في عملية تبديل الحكام، اللي في الساحة يروح في الفار واللي في الفار يروح في الساعة في مباراة الفرق التنافسية، ويتخذون قرارات تضر فريق وتخدم فريق اخر. شوف انا ترى ما اسمي انا عشان اقول لك ان نادي النصر يعني تضرر من هذا. يعني خلني بقول لك حاجة، الهدف وشو من تقنية الفار؟ التقنية الفيديو هي ان تساعد الحكم في اتخاذ القرار وليس اتخاذ القرار. شوف هذه لازم الناس تراها، ما هي عارفها. انت كتقنية تساعدني عشان اتخذ قرار صحيح. اللي شاهدناه في كثير من المباريات ان تقنية الفار يصر انه هو اللي يتخذ القرار، تحصل الحكم يقول لا القرار كان لا، يرجعونه ثاني مرة. وتعال شوف الا تتخذ القرار اللي احنا اتخذناه.
هذا مو صحيح. انت تساعده وتعرض له اللقطه، اذا اصر الحكم على قراره خلاص هو في النهايه هو صاحب القرار، لكن تضغط عليه مرتين وثلاث من اجل ان تتخذ القرار اللي يتناسب مع هواك. هذا معناته في انا وجهه نظري معناته احيانا يعطيني ايحاء في التلاعب، في التوجه، في تقنيه الفار لفوز هذا الفريق او خساره هذا الفريق. طب احد يسالك ابو حسام كيف عرفت ان فيها اسرار؟ ها؟ كيف عرفت ان فيها اسرار؟ شوف الحكم كذا مره يرجعونه يشوف يعيد اللقطه. يقولون لا احنا نرى اللقطه كذا. اي خلاص هو المفروض انت تجي وتقول هذه اللقطه قدامك. اي ممكن هو يشوفها خلاص اخذتها ما ترجع الحين يرجع ويتحصل ياخذ معهم يقعد ثلاث دقائق، يعني واضح ان في اصرار الا مثلا احسب بلنتي ولا الغى البلنتي ولا يعني هذه انا قلت لك الفار او تقنيه الفيديو انت تساعده بينما هو اللي اتخذ القرار مش انت اللي اتخذ القرار. ايضا عمليه التدخل احيانا في بعض اشياء مثلا انت دائما يعني يجب انك تقول تدخلك قليل وفائدتك كبيره. ما تتدخل في اشياء مثلا احيانا ما لها قيمه مثلا ولا احيانا انت مثلا على سبيل المثال الموسم الماضي يعني لما 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 الغى الحكم هدف انا ما اعتقد لصالح التعاون هو امام النصر ولا مين، عشان اقول لك يعني في احيانا في ترصد وسوء نيه على النصر بس الظاهر هدف على النصر اي في الدقيقه 45 سوء أيوة. سوء نيه ترصد على النصر ابو حسام لا 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 انا اضرب لك مثال بشكل عام انا اقول لك أيوة. الفرق كثير منها تضرر مش النصر بالحال يضرر لا في كثير تضرر بس انا بضرب لك على هذه لانها كانت واضحه الحكم الغى الهدف لانه شايف لمسه يد ممتاز شفته ولا لا بعد كذا استدعاه تقنيه الفيديو وقال له لا في لمسة يد على لاعب النصر عفوا يقول احسب بلنتي ايه؟ انا ما اعتقد قال لا فيها لمسة يد على لاعب هذا النصر. الموسم الماضي اي الموسم الماضي اضرب لك مثل يقول ايه؟ له لمسة يد ويعيدون له لمسة اليد يعني شوف التدليس على الحكم وين وصل بس الحكم كان وقتها برافو عليه كان عارف وواثق من قراره قال لا رجع اللقطة رجع اللقطة ويصر لا ما يرجعوا له اللقطة يقول احتسب بلنتي وفي النهاية بعد إصراره وثقته في نفسه رجع واتضح فيه لمسة يد قبل لمسة يد لاعب النصر عشان كذا وانت يوم شافها خلاص ثبت على قراره. أنا أقول لك الآن اللي قاعد يحدث الحقيقة أنا أشوف الاتحاد السعودي لكرة القدم أنا شوف أنا لأول مرة بتكلم عن الأستاذ ياسر المسهل واضح أن تقنية الفار واللي يدور فيها وفي لجنة التحكيم أنت ما أنت قادر تسيطر عليه. الأستاذ ياسر المسهل كفاءة بس مش قائد خلينا نكون صريحين لو كان قائد ما صار هذا التلاعب وهذه المسرحيات وهذه الأخطاء واللي يقطع الكهرب واللي يحط الشاحن واللي يكسر الشاشة هذا وين هذا تصور اليوم فيه صحيفة إنجليزية قاعدة تتمسخر علينا قاعدة يعني وين وصل المرحلة لا يعتقدون أن الناس ما تشوف الآن العالم ما الآن العالم يمكن أنا أعتبره غرفة واحدة موش قرية واحدة زي ما يقولون أول صار غرفة الآن يشوفون شو اللي قاعد يحدث هذه يا أخي صرنا مسخرة للآخرين بما يحدث. أنا أقول الأستاذ ياسر المسحل بيض الله وجهك أنت مش قادر على قيادة الاتحاد السعودي أنت لا تملك قدرات القيادة شوف هذه من الله جاي يعني هو كفاءة لكنه ليس قائد. شلون ليس قائد؟ هو كفاءة ممكن يكون ضمن مجموعة. ليش القائد ما حد ما يسمع؟ لا لا مواصفات. يغلط لا 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 مواصفات. إذا أنت تراها أن هذه أخطاء. لا لا له مواصفات. إيش المواصفات؟ أنا من خلال أشياء كثيرة واضح أنه ما ليس لديه القدرة للسيطرة على لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم تصير لها مثلا عمل متميز لا تقع في أخطاء كثيرة لا تقع في أخطاء كوارثية لا تقع في أخطاء ساذجة ومسرحيات هزلية قاعدين نشوفها تحدث هذا الموسم. يعني رغم سوء العام الماضي موسم وتقنية الفيديو كانت الموسم الماضي أفضل السنة هذه ورغم أنها ثمان كاميرات ورغم أنه قال هذا الموسم ستشاهدون تقنية أفضل نعم كانت تقنية أفضل للأسوأ وليست للأحسن هذا أنا أقول هذا على أساس كذا أنا أقول يا أستاذ ياسر يعني أنا دائما لا أتفاعل اللي يجي بالتزكية دائما اللي يجون بالتزكية وكذا يعني هو وضع في هذا المنصب أنا أقول يا أستاذ ياسر إما أنك تقود الاتحاد السعودي بشخصية قوية يعني يكون شخصيتك قوية على كل اللجان بإحقاق الحق باتخاذ القرارات العادلة وعندك يعني عندك كوادر أو عاملين للأسف أثبتوا فشلهم ولا زالوا متواجدين
يا رجل انت الحين ما يعني مسامحة تحكيم تروح تروح انت دائما لا 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 شخصية رئيس الاتحاد طبعا الفوضى اللي قاعدة التحكيم يصير اخطاء في كل لا 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 ما اخطاء لا لا يا اخي انا قلت لك اذا اتفقنا اخطاء تحكيم انا عندي ليش انت انا قصدي ابو حسام ليش ربطتها بشخصية ياسر المسعل ياسر ليش تصعدت الى هذا المستوى تدري ليش لا انا ما اتكلم عن خطأ في الملعب اتكلم عن اللي حاجة خارج الملعب المسرحيات والهزليات اللي قطع حط شاحنة واللي كسر الشاشة واللي هذا رفع شماغه وغطى على الكاميرا وش الفضل دي يا رجل عندنا وين حنا فيها حين ندخل على 2020 يعني هل هذا يحدث عندنا والله ما حد يرضى وعارف المسؤولين ما يرضون حتى رئيس الهيئة الأمير عبد العزيز بن تركي أنا عارف أن هذا الأمر لا يعني لا شك أنه غير راضي ولن يرضى أن هذا الوضع يستمر والأندية يعني زي نادي النصر اليوم أنا أقول كل الأندية معظمها تضرر وبعضها استفاد يعني أنا عندي لاعبين اثنين جايبهم من أفضل لاعبين على مستوى العالم كلفيني أقل شيء 250 مليون ربع مليار يغابون ثلث موسم عليه حتى عقوبة كارت أصفر اللي تسببوا في إبعادهم عن الملاعب ما أخذوها وش معناته هذه كيف تفسرها لي ضرب يعني عيني عينك أنت عندك نجوم يا أخي الاتحاد الدولي قاعد يأكد على اللعب النظيف أهم شيء عنده يقول لك قبل مستوى اللعب النظيف اللي قاعد يحدث عندنا في تقنية فيديو وفي تجيب لي حكام جيب لي حكام من أسوأ الحكام حتى الدولية ما معهم يا أخي يا جيب لي حكام عندهم دولية ولا جيب لي من الخليج على الأقل دوليين يا أخي أفضل لي يا واحد يحافظ على سمعته هذا جاي يبغى يأخذ الفلوس ويمشي على بقى يسوي سبب عندك كوارث ويمشي ما عنده مشكلة ولا يمشي على اللي تبغى عشان تجيبه مرة ثانية حلو سعد المهدي تعليقك على البيان بالنسبة للنصر وعلى كلام أبو حسام بالنسبة طبعا لبيان النصر هذا طبعا حق طبيعي ومشروع لنادي النصر وأعتقد أنه كل نادي بإمكانه يطلع مثل هالبيان وأكثر يعني شلون؟ يعني رصد الأخطاء طبعا إذا الموضوع رصد أخطاء إلى آخره جميع الأندية بإمكانها تسوي بيان أكثر من البيان هذا اللي ذكروه الأخوان في النصر بالنسبة لما تفضل فيه أبو حسام طبعا أنا أتفق معه في المضمون أو في الهدف لأني متأكد أن هدفه الإصلاح لكني طبعا أختلف معه اختلاف كبير في الشكل لأن ما تفضل فيه يعني في أشياء أصلا حتى متناقضة يعني في استشهاداته وهو ركز طبعا على نادي واحد في عدم في الأكثر ضررا وفي نفس الوقت يعني ايضا تصور انه يعني ان الحكام الاجانب اللي هم حكام النخبه اللي تم استخدامهم بهذه الهشاشه والبساطه اللي يعني تجعلهم يديرون مباريات طيب. من خلال تآمر ومن خلال رغبه في ترجيح كفه فريق على اخر هذا طبعا مرفوض وغير ممكن ولا يمكن احد اصلا يتصوره انما نتفق طبعا في الاخطاء ونتفق في انه اخطاء تحدث ايضا في موضوع المعايير اللي اصلا يعتمد عليها الفار في 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 نظامه او في البروتوكول معروفه ومحدده ولا يمكن احد يتجاوزها يعني في لذلك ما فيه خطا بسيط يبحثون عنه ويتركون الخطا الاصعب وخلافه لا اصلا في بروتوكول باربع معايير ومعروفه والجميع عرفه اضافه الى ان الحكم في نهايه المطاف هو صاحب القرار الاخير يعني ما في احد بيضغط على الحكم ويجبره طيب. لانه صاحب القرار وفيما لو تجاوب مع اي من مساعديه فهذا في الاخير هو اختياره هو يعني لا يمكن ان يكون نتيجه ضغط يعني هذا اكثر من ما اقول يعني ابو نواف عاد طيب بس خلينا نسمع الاراء كلها لا بس تعقيب اقول ترى اللي رجله في النار مو مثل اللي في رجله في الماء من هو اللي رجله في النار يعني انا هو يقول يعني بامكان الانديه انها تطلع بيانات لا في عندي وش تطلع بيان وش تقول ما تضررت عشان تطلع بيانات ما طلع بيان لان تضرر بالوقائع بالادله والاثباتات انت تو تقول انت في الغالب الاغلب إيه اقول لك الغالب يعني طيب خلي الغالب يطلع منه النادي خلي الغالب يطلع يعني انا اقول لك اللي بيطلع بيان اكيد متضرر لاني ما قال لك بالعموم وانا تضرر لا حط لك بالاثباتات والتواريخ والاندية واسماء الحكام هو يقول لك كل نادي ممكن اللي عنده خله يطلع انا اتحدى بعض الانديه ما تطلع لما عليها ابو خالد بس معلش تعقيب بس في انديه كثير تضررت هالموسم من اخطاء الحكام وبتواجد الفار اذا جينا الاول خمس جولات في احصائيه ظهرت تلفزيونيه في احد القنوات التلفزيونيه لاحد المحللين التحكيميين اوضح فيها مثلا انه الهلال حتى الان هو الاكثر ضررا
بخمس ركلات جزاء لم تحتسب لها في اول خمس جولات. ليش تضحك ابو حسام؟ هذه مثبته وموجوده. عايش في جو بالحاله. بشهاده محللين التحكيم. لما نجي الحالات فرديه يصدر فيها نادي بيان، يستطيع كل نادي انه يجمع حالات. يعني هذه الاحصائيه تقول كم كانت كم جوله؟ خمس ركلات جزاء في اول خمس جولات للهلال كاكثر الانديه تضررا من عدم احتساب ركلات الجزاء. ويمكن في المقابل في بعد يعني. ما في شيء. عطني ركلة جزاء احتسبت للهلال غير صحيح. دقيقة. إذا خلصت فهد المرداسي. ها؟ فهد المرداسي. احترامي تقديري فهد المرداسي. لا لا خليني أقول لك. الأمر الثاني الأمر الآخر دون التقليل من أحد. دقيقة. لا بس نحترم. لا احترامي قلت أبو حسام. أبو حسام دقيقة. لما ترجع تقدير وهو التحكيم. أبو حسام لما ترجع للموسم الماضي. تقاطع عن خمس بلنتيات. لما ترجع للموسم الماضي وتتكلم. لم تعطيني حالة فردية تضرر منها نادي واستفاد منها نادي. بمثلا تقول لي النصر والتعاون في أحد المباريات أنه كان فيها ركلة جزاء ولمسة يد وما أدري إيش، وأنه الفار حاول أنه يدلس على الحكم دون الدخول صراحة في نوايا مثلا حكام فار أو حكام مباريات. أيضا مثلا مباراة الهلال والنصر الموسم الماضي في آخر دقائق المباراة ركلة جزاء سلمان الفرج. أي ركلة جزاء سلمان الفرج من اللي يقولها؟ لم تعاد بشكل واضح لحكم المباراة من حكام الفار. هدف حمد الله على الاتفاق لم يعاد بشكل واضح مثلا لحكام الفار. نستطيع أننا نجمع لقطات فردية ونقول والله شوفوا استفادة اللي قبل شوفوا أسبوعين. استفادة النصر أو تضرره. الأمر الآخر مباراة مثلا الهلال والتعاون الأخيرة في الدوري، هدف مثلا لمحمد كنو هدف صحيح، احتسب ان الكره خرجت خارج الملعب. حمد في هالمباراه تحديدا ترى البرنامج كثير من حدث كثير من الاخطاء التحكيميه اللي تضرر منها الهلال لم يعاد فيها اي لقطه واحده من الفار يعود فيها الحكم لمشاهده. كلها كان يكتفي نرتقي بالحوار. يعني كانت هذا قاعد يعدد بلنتيات وهذا يعدد. انت نادي النصر اصدر بيان كامل البيان انت تقول انا قاعد اعدد ركلات جزاء. البيان قاعد يعدد اخطاء. طيب هو متضرر. البيان قاعد له معلومية. انا اقول انه كل نادي يستطيع ان يصدر مثل هذا ويذكر فيه الاخطاء اللي تعرضت لها. لا بس عشان الصوت بس واحد تدري انا الاخطاء التحكيمية هذه يعني خلاص راحت انتهت. الحمد لله. انا عندي حاجتين. انا حاجه اللي ركزت عليها وقلتها ذكرتها بالاسم، شفت ولا لا؟ اللاعبين، اللعب النظيف. يعني انت تفقد لاعبين على شهرين وعلى ثلاثه شهور. طيب. كنو يعني كل الانديه فقدوا لاعبين. اتركني من هذه. يقول لك كنو برضه 45 خطا يا ابو نواف. خطا جاء واحد تعمد يصاب. خطا ايش تسوي يعني؟ كل الانديه فقدوا لاعبين مهمين بسبب اصابات. كان في لاعب من الاتفاق او من الفريق خطا، المفروض ان الحكم منح الكرت الاحمر. عشان كذا يمكن يقدر يطالب بالدركت بعرايه. شوف يا ابو نواف، لاعب ب 100 مليون. ما حد قال حسام اكثر نادي تعرض لاعبين الاصابات هالموسم كان الهلال. حمد فقد عبد الله الطيب، سلمان الفرج، محمد كنو، ابو ابراهيم الله يخليك. تفضل اي نادي له الحق. انا وجهه نظري الشخصيه حل المشكله من خلال متابعه انت والثالث والرابع والخامس، كل نادي له الحق انه يطلع خلاص هذا اللي قلناه. بس ترى هذا انا اقول نادي النصر. انا وجهه نظري الشخصيه نادي النصر صبر كثيرا وتاخر في هذا البيان. إذا حنا كنا نتحدث عن البيان في مباراة معينة. نادي النصر مثل ما قال أبو حسام فقد اثنين من أهم العناصر المهمة لديه. أنا ما أنا بقول الهلال ليش ما يطلع. كل الأندية فقدت لاعبين من حقه يطلع. معلش حمد قفل الموضوع عند عبد العزيز. أنا ما أقول يعني ما يمدح السوق اللي ربح فيه. من اللي مدح يعني السوق بشكل عام؟ شلون يعني؟ اللي ده اول كان مرتبط الاخطاء التحكيميه بتقديرات الحكم، صح ولا لا؟ اليوم للاسف الاخطاء ارتبطت بالرجوع للفار ومشاكل الفار وما واجه، سواء اتخذ من خلال قرارات او كان موجود الفار او كان موجود حكام حكون ساحه اليوم وبكره. هذه اخطاء بشكل عام لكل الانديه. طيب. ما راح امسك انا اخطاء معينه، هذه تؤثر. الامر الاخر شفنا في مقطع ان مسؤول لجنه التحكيم كان يتحدث ويقول للمسؤول عن رصد بعض اللقطات. مين المخرج؟ مخرج المباراة. لا هذا صحيح؟ يعني أترك حالة مباراة كاملة ورصد أخطائها
لمخرج مباراة لا يمكن هذا الكلام ولا يمكن يتحكم فيها سم؟ يعني المخرج هو اللي يتحكم في اللقاء يعني ما يمكن هذا الكلام أنت تتكلم عن رصد أخطاء لكل الفرق ترى ما يقبل أي واحد أنت ارصد اللي لي وسجل اللي علي ما عندي أي مشكلة في هذا الشيء بس تقول ان المخرج والمسؤول عن رصد هذا امر اثناء النقل مزعج. النقل رصد اللقطات في نقل المباراه نفسها نقل المباراه هو اللي ياخذون فتمثل اشكاليه كبيره لا مو صحيح يا ان يكون لي كاميرات خاصه بي اوكي يا ان يكون في استشاري مع المخرج ويشوف اللقطات المهم يكون هناك حل هذا هل هذا الامر الاخر نشوف بعض الانديه من يوم يجي فاول تروح تكوم على 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 الحكم وتضطر انه يرجع للفار ويقبل مرات زي بتروس لا زي مباراة اتفاق ومجموعه الهلال اللي رجعوا للفار بالقوه في اي حاله يا ابو انا ما احكي عن انديه خلونا نتكلم بشكل عام هو قال ابو نواف اللي جره الانديه ما جبت طار انديه هو قال بتروس عشان كذا رديت عليه يمكن لانه هو لا انا اقول ترى على فكره عبد العزيز لا احنا ما احكي عن انديه ولازم يدخل انا اتكلم بشكل عام خلينا ناخذها حاله للجميع ما حكيت عن نادي ولا قلت مسمى اي شيء كنت ناخذها حاله الجميع مرفوضه من الجميع من كل الانديه ما مرفوضه الفيفا الفيفا يقول اذا اللاعب حضر اذا اللاعب حضر الى الحكم للمطالبه اجبر بطريقه تصفر هذا الكلام خله يطبق على الجميع ما اعطاك تصفر معناته اليوم انا لما اشوفه يطبق مع حاله مع نادي والهلال والنصر اليوم في بيانه يقول ليش اذا كان هناك يؤخذ براي الحكم ورجوع للفار ولاعبي النصر يروحون للحكم ولا يطيع يرجع للفار وش هذا هذه مشكله هذه تقول مو بيروحون اقول لا قديم اذا انا شفتهم رجعوا قفل الموضوع بكره يا جماعه بكره مباراه منتخب ولا ابغى والله اخر نقطه احنا بس على ابغى تبغى تعليق مباراه الاتفاق قلنا لا الله طب قلنا لا الله بقول لك دقيقه حمد قلنا لا الله احنا بدانا الحلقه البيان طلعنا وعلقنا عليه لكن بكره عندنا مباراه منتخب واعطيت فرصه كل واحد يقول ويطرح موضوع يطرح جزئيه في هذا الموضوع احنا عندنا اشياء اهم لانه ختام القول انا لم احكي عن انديه اتمنى فعلا ما يكون مثل العام الماضي حينما يتصدر فريق يكون في موقع الان يمتدح كل شيء وفجاه يروح من الصداره او يفقد هذا المركز ما يقول ان الدوري خربان وان فيه اشكالات طيب مو صحيح مو بصحيح كلام قول حمد يلا بس جف. بما انك ذكرت مباراه الاتفاق والشباب ايضا ذكروا سعد اللي ذكر موضوع اللعب النظيف و... ما إلا فيه ركله على وجه لا ذكرت مباراه طيب بس قبل حاجه ما نبغى نقطع بالحق بهالطريقه قبل حاجه وجه حتى المفروض فيها طرد لم يطرد لاعب الاتفاق وهي تتنافى مثلا صحيح ما ذكر اللعب النظيف انا اعتقد انه من يلجأ لإصدار البيانات أعتقد أنها هي وسيلة تلجأ إليها بعض الأندية لصرف الأنظار مثلاً عن سوء النتائج وإشغال الجماهير فقط هذا الكل فرق لأنه كل نادي يستطيع مثل ما قلت لك أنه يرصد حالات ويصدر فيها بيانات مو بحوارين في وسط الحلقة يا عبد العزيز طيب بس روح الفاصل فاصل وارجع يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية ضيوفي اليوم عبد الكريم الزامل سعد المهدي فيصل الجفن علي المرشود عبد العزيز اليوسف وحمد الصويل طيب خليني أتحدث عن موضوع اللي يمكن تكلمت عنه في البداية وتكلمنا على موضوع المتحدث الرسمي وإن كنا بندخل برضو على مستوى المنتخب السعودي لكن خلينا نروح ناخذ هذه الجزئية اللي احنا حكينا فيها في البداية على موضوع المتحدث الرسمي واللي غائب عن المشهد سواء على مستوى الأندية على مستوى اتحاد القدم على مستوى الرابطة ونروح نشوف تقرير يحكي عن المتحدث الرسمي ما بين معارضين ومؤيدين ورغم الشفافية الإعلامية التي تظهر بها المؤسسة الرياضية في السعودية ووجود اتحاد خاص بالإعلام الرياضي يحظى بدعم قوي لأهمية الدور الإعلامي في كل قطاعات الحياة إلا أن اتحاد الكرة الحالي ورابطة دوري المحترفين والعديد من اللجان لا يوجد لدى أي منهما ما يسمى بالمتحدث الرسمي أو الإعلامي فاتحاد الكرة ورغم شفافية رئيسه ياسر المسحل وتجاوبه الدائم مع وسائل الإعلام إلا أنه حتى اللحظة لا يملك متحدث إعلامي وأوقع هذا الأمر اتحاد الكرة
في خلاف إعلامي مع إحدى وسائل الإعلام مؤخرا فيما عرف بقضية الفار وشاحن الجوال، بل ودفع ذلك بعض المغردين والإعلاميين لاتهام الاتحاد بوجود مستشار إعلامي خفي له. على الصعيد الآخر، تعيش رابطة دور المحترفين الواقع نفسه، رغم أن رئيس همسلي آل معمر ابن الإعلام وأحد أشهر النقاد يوما ما، إلا أن الرابطة لا نعرف متحدثا رسميا لها ولا للجانها حتى اللحظة، الأمر الذي اضطر رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد لاستخدام حسابه الشخصي لتوضيح موقفه في موضوع تأجيل مباراة النصر والفيصلي، ولقي ذلك مؤيدون ومعارضون حول خطوة الراشد تلك. آخرون يرون أيضا أن مسؤولي الاتحاد والرابطة والأندية كذلك، حتى وإن كانوا نقادا يوما ما، إلا أنهم يصبحون أكثر حساسية من الانتقادات حين يستلمون زمام الأمور ويجلسون على مقعد المنصب الذي كانوا ينتقدون شاغره قبل ذلك. وبين كل هذه الآراء المؤيدة والمعارضة يبقى السؤال، متى سنرى متحدثا رسميا لاتحاد الكرة أو الرابطة أو الأندية يقيهم شر التعامل مع دهاليز الإعلام، يتفرغ للإبداع في عملهم المناط بهم كرؤساء؟ طيب، موضوع المتحدث الرسمي أبو حسام، اللي يعني هالموسم ما هو موجود، يمكن شفنا ثلاث أندية عندها متحدث رسمي، ما شفنا متحدث رسمي يظهر يعلق على كثير من القضايا. الاتحاد السعودي أيضا ما عنده متحدث رسمي، الرابطة ما شفنا فيه متحدث رسمي. والله شوف، ترى أنا يعني ماني مع المتحدث الرسمي وجوده، يعني عندما تكون المنشأة مثلا أو المؤسسة مثلا يكون عندها مثلا مركز إعلامي يصدر أي بيان أو أي توضيح أو مثلا أي قضية حدثت يصدر فيها بيان، ويعني الهدف من المتحدث الرسمي هو يوضح موقف النادي من تلك القضية أو من هذا الموضوع أو من هذا الخلاف اللي حدث. أو يعني هل إذا كان الهدف، أنا أشوف المتحدث الإعلامي كأنه مأخوذ في عملية محاولة يعني التأثير على الرأي العام. نعم، التأثير على الرأي العام ومحاولة الضغط على 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 مثلا على 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 الجهات اللي تصدر القرارات. أنا يعني ماني متحمس للمتحدث الإعلامي بشكل كبير. إذا كان لابد دائما كل 99% و9 من 10 متحدث إعلامي هو يتحدث عن فريق كرة القدم. صحيح. أنا أتمنى يكون المتحدث الإعلامي يكون عضو في إدارة كرة القدم، ما له علاقة بالنادي، يعني هو عضو في إدارة كرة القدم، يحضر المباريات، يتنقل مع الفريق، هذا هو الصحيح. هذا أبو حسام ترى منسق الإعلامي اللي أنت تتكلم عنه. لا، ويكون متحدث، تضع لي واحد منسق ومتحدث في نفس الوقت. هذه من متطلبات الاتحاد الآسيوي. أي نعم، هذا هو الصحيح، يكون حاضر وموجود ويقف على أي مشكلة تحدث أثناء المباراة أو بعد المباراة. طيب. ما يتصلون عليه في بيتهم يقولوا شو السؤال، يقول لحظة أو ينتظر، يتلقى الأخبار من 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 جهات مثلا في النادي. لا يا أخي، يكون موجود. المفروض المتحدث الإعلامي هو مثل ما قابل نواف يكون المنسق الإعلامي الموجود في جهاز إدارة الكرة، هو المتحدث الإعلامي ويتنقل مع الفريق وفي معسكراته معهم وفي كل مكان. أساس يكون مطلع، هذا هو الصحيح وهذا هو العمل الحقيقي للمتحدث الإعلامي. أما اللي حادث الآن، متحدثين المتحدث الإعلامي تجد يمكن يقعد شهرين ما دخل النادي. تصور يعني، ما يعني هو بس يعطى معلومة ويظهر في الإعلام من أجل يتكلم عنها أو يتحدث عنها أو صوت. هذه أنا أتحفظ على كلمة المتحدث الإعلامي إلا إذا كان ضمن جهاز كرة القدم أو عضو في إدارة كرة القدم في النادي، يعني يكون له عمل واضح. يعني إدارة الكرة فيها عدة مهام، بس ما تشوف أنه يفرغ العمل بالنسبة مثلا للإدارات. أنا أتكلم على الجميع. إيه؟ لإدارة النادي يفرغ طبعاً. لا، يفرغ العمل له بأنه بحيث ما يرد على كل قضية، يصير رئيس النادي مشغول بالرد على الإعلام طبعاً. أو مثلا في الاتحاد السعودي يصير رئيس الاتحاد هو المسؤول عن الرد في الإعلام. إحنا إذا بنتحدث عن الاتحاد السعودي هو طبعا وضحها، يعني أنا ما أدري يعني إحنا شوف، كان في متحدث سابق فشل ذريع، يعني ما يعني حتى مداخلاته خلال 4 سنين تداخل 4 مرات. طيب المبالغ اللي استلمها مقابل إيش؟ يعني إذا أنت بتعطيه راتب 50,000 60,000
وخلال اربع سنوات طلع لي في يمكن طلع يعني على عدد اصابع اليد الواحده. طيب على اي اساس اجل هذه المبالغ؟ انا اعتبر هذا امر يجب ان يسال عليه الاتحاد السابق والاتحاد السابقه. باي حق تحط؟ اذا كنت ما بحاجه لمتحدث اعلامي خلاص ما له داعي الهدر المالي اللي قاعد تسويه. إيه؟ الان الاستاذ ياسر المسحل كلمه حق. شوف انا اختلف معك كثير بس الرجل وضح وقال عندنا منصه اعلاميه اي قرار يصدر ولا اي حاجه حتكون موجوده على المنصه مثل ما حدث في عمليه الشاحن الجوال هذه. إيه؟ اللي حدثت طبعا هم ما نفوها ولكن قالوا هم فصل الكهرب بس مو عشان شاحن جوال. إيه؟ ممكن مشغل مسجل ما كمل ولا هذا ولا شيء ما كمل التفصيل يعني هو كخبر صحيح متحدث رسمي لا لا هو وضح هو قال بس انه وضح انه هو حاول يخرج من الموقف بطريقه لبقه في الاتحاد السعودي لكره القدم وقال انه مو انه مو السبب شاحن جوال. نعم. انما في فصل القضيه قضيتنا لماذا فصل الكهرباء ومن المتسبب فيه هذه. نعم. هذه القضيه الحقيقيه. طيب. وبالتالي هم حط وضعوا منصه اعلاميه تكون مثل يعني اي خبر او بيان او قرار ممتاز. يصدر الاعلامي اللي حريص على مثل هذه الاخبار او القنوات. طيب. او غيرها تاخذها من هذه المنصه. سعد المهدي بالنسبه للمتحدث الرسمي طبعا هي وظيفه يعني تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى والوزارات والهيئات. وهي طبعا يفترض انها تكون ينفذ السياسه الاعلاميه للجهه التابعه لها هذا من حيث الاطار العام. ويفترض طبعا انه يكون جاهز لايضاح ما يمكن ايضاحه عن ما حدث او يحدث في هذه المنشاه. يجيب على الاستفسارات يزيل الغموض دور مهم يعني تشوف يؤدي يذيع الأخبار الجديدة. طيب. طبعا عادة هو المتحدث الرسمي هو طبعا يختار المناسب لجهته يعني يعلن عما هو مناسب لجهته أو أن يدافع عن جهته بوجهة نظر الجهة نفسها وهذا. نعم. طبعا هذا طبيعة عمله يعني. حلو. يعني هو يختلف عن الإعلامي المستقل اللي ممكن يكون مفترض أن يبحث وإلى آخره. أنا أعتقد أنه مهم جدا طبعا في الأندية ومهم أيضا أكثر في الاتحادات وأيضا في هيئة الرياضة مثلا إذا افترضنا نتكلم عن الجانب الرياضي لأنه أولا يعني يفترض أن يكون هو المرجعية في ما يصدر عن هذه المنشأة أو هذه الجهة. طيب. اثنين يفترض أنه يعني يرجع لها المؤسسات الإعلامية الراغبة في استفسار أو السؤال عن أي شأن يخص هذه الجهة إضافة إلى أن المتحدث الرسمي طبعا عادة هو يتم اختياره اختيار يعني دقيق. طيب. لأنه يمثل التمثيل والواجهة الإيجابية والقادر على إيصال الشكل والمضمون الخاص بهذه الجهة. أنا في تصوري أنه في حاجة كبيرة لها الاتحاد السعودي لكرة القدم لأن الحقيقة يعني مثل الموسم الرياضي الضاج هذا يحتاج الحقيقة إلى من يعني يكون مباشر للرد على كل الاستفسارات لتوضيح لدحض للتفنيد أشياء كثيرة الحقيقة يحتاجها. أما الأندية أنا أعتقد الأندية يفترض أن يكون متحدث رسمي شامل يعني لأنه متحدث رسمي للنادي وليس لفريق كرة القدم يعني هو يعطي نفسه مكانه ويعطي النادي نفسه مكانه عندما يكون هذا المتحدث هو منصة يعني أخبار ومنصة إعلام لأنشطة النادي وما يحدث في النادي وما يتعلق في النادي من أعضاء ومن فرق ونشاطات وخلافه. لذلك أنا مع المتحدث الرسمي لكل نادي ولكل اتحاد وأتمنى أن يكون الحقيقة أن يكونوا متواجدين لأنهم عندهم حلول كثيرة لكثير من الأمور الشائكة اللي ممكن إحنا نتحدث عنها من غير علم أو غيرنا يعني. طيب هذا فيما يخص موضوعنا اللي قلنا بنتكلم عنه لكن موضوعنا الأهم موضوعنا الرئيس موضوعنا المنتظر على مستوى المنتخب السعودي منتخبنا غدا في القصيم في بريدة في مهمة مهمة للمنتخب السعودي.
ضمن استعدادات الأخضر السعودي للتصفيات الآسيوية المشتركة، اختار المنتخب أن تكون القصيم محطة الانطلاقة الأولى له في المباريات التي تقام على أرضه. قبل يومين من الآن تجمع اللاعبون في بريدة متأهبين لدخول المعسكر الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، بالتحديد في نادي التعاون من خلال منشأته الجديدة. هلا هم هلا بالمنتخب السعودي باسم أهالي مدينة بريدة ومنطقة القصيم عموما باسم منسوبي نادي التعاون. سعداء جدا أن يكون منتخبنا الوطني هذا اليوم يبدأ استعداداته للمباراة القادمة الخميس القادم إن شاء الله في منشأة نادي التعاون اليوم وغدا. سعداء إن شاء الله أن نكون داعمين للمنتخب، وجميعنا بإذن الله جنود مجندة للمنتخب السعودي. نادي التعاون من اليوم الأول الذي وصل فيه خطاب الاتحاد السعودي من أجل إجراء تدريبات في نادي التعاون، جندت جميع الطاقات بتوجيه من رئيس النادي، وحيث أعد فريق عمل كامل بقيادة نائب الرئيس. جميعنا كنا متواجدين خلال الفترة الماضية من أجل إعداد الملعب وإعداد جميع التجهيزات للمنتخب السعودي. من جانبها أبدت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية جاهزيتها لاستقبال الأخضر واحتضان أولى منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة على أرض السعودية. وعلى صعيد الأندية المتواجدة في المنطقة، دعمت أندية القصيم المنتخب عبر ترحيبها بالأخضر وتسيير حافلات تنقل الجماهير الداعمة إلى ملعب المباراة. عبد العزيز، المباراة بكرة منتخب السعودي أمام منتخب متطور يتصدر المجموعة، منتخب ما هو سهل. أكيد إن قيمة المباراة من كونك ستلعب مع المتصدر. نعم. والأمر الآخر، لا أتصور أن نتيجة المباراة السابقة تقبل بأي شكل من الأشكال وأيا كان وضع حال المنتخب، لأنه يبقى المنتخب السعودي حقيقة. مع احترامي وتقديري للفريق اليمني، لكن ما نملكه فعلا من رصيد تاريخي أصلا ولا فني وكل هذه الأمور، أيا كانت حالة المنتخب والله لو يعني جبنا مجموعة من درجة ثانية المفروض إنه يفوز صراحة. الأمر الآخر، حينما يعني نضع مدرب مسؤول، أنا ما أحب من جهتي إنه لما تهزم ولا تكون هناك نتيجة سلبية يقول لك والله ما كان في مباريات متفاوتة، المدري ما لعبوا اللاعبين كذا، يعطيك أي مبررات. طيب أنت شو تسوي؟ ليش تحدث هذه الأمور وليش تعد إنها بتتصلح وممكن إنها ما تتصلح مرة ثانية؟ أنا ما أبغى أنتقد المدرب ما يلام، تو مبارتين عنده رسمية ومباراة ودية فقط، حتى اللاعبين عنده قائمة أتمنى يعني لم يختارها بالمعنى الحقيقي، يعني في لاعبين ما لعبوا فنديتهم وتم اختيارهم. شيء ثاني، هل يستطيع المدرب فعلا صناعة تناغم حقيقي يحقق نتائج إيجابية بالنسبة للمنتخب ولا لا؟ الآن أنا لا أشوفه، لا صعب. شوف التغيير والتدوير واللاعبين ومراكز مختلفة ولاعبين لعبوا المباراة السابقة وما راح يلعبون المباراة القادمة. طيب أنت كيف تبغى تحقق نتيجة؟ ترى من أهم الأشياء في تحقيق النتائج الإيجابية ثلاث أشياء: استقرار على تشكيلة، ليس الأسماء، أهم شيء التناغم. إحنا مجموعة الآن متناغمين، لو ما إحنا أسماء مشهورة مثل متناغمين ومسجمين مع بعض نكون مفروض نلعب. لذلك مرات تجد ان بعض المدربين ياخذ لاعب يمكن ما يلعب في نادي او يلعب قليل. ليش؟ هذه صارت مع نافك. لانه يقول ايش؟ انا اشوف انه مع المنتخب يستطيع الانسجام والتناغم مع المجموعه، فهذا كان مكسب مدخل بالنسبه له. لذلك عندي الاستقرار، عندي الانضباط، الانضباط القوي. كل شيء سواء لا تكون كويس من ناديك جاي ومتابع في النادي، كل هذه الامور، وتكون يعني ملتزم بالتمرين، كل الامور، وملتزم بتعليمات المدرب حتى في أنوار. لا، الأمر الثالث التكتيك. لازم تظهر لنا كمدرب من عندك شيء تكتيك حقيقي. أنا ما أبغى اجتهادات لاعبين. في السابق في كانوا فعلا لاعبين يجتهدون، أنا في وجهة نظري أنه كان اجتهادهم أكثر من تكتيكي. تكتيك المدرب كانت روحهم وقتاليتهم ومحبتهم وتناغمهم مع بعض كانت تصنع المعجزات. وكلكم تتذكرون شلون مباراتنا مع كوريا وكانوا متقدمين علينا واحد وجاء ماجد الدقائق الأخيرة هدف التعادل اللي أهلنا للنهائي. شوف كيف صالح النعيمة كان هو مدرب حقيقة، كان هو اللي يوجه، كان هو اللي يبكي، كان هو اللي يصيح، وكان ماجد هو من يتفاعل،
كان محيصن من هو من يجاري اللعب، كل اللاعبين كانوا وجود صالح خليفة، كل الأسماء المشهور كانوا هم الفريق وكانوا هم المدرب داخل الملعب، ذلك استطاعوا أن يحققوا نتيجة كبيرة. طيب بالنسبة لذلك أنا أتمنى حقيقة صناعة منتخب متناغم، هذا واحد. الاستقرار الأمر الآخر، لا تفرطون في هذه المباراة، ترى على أرضك عندنا مبارتين أو ثلاث مباريات القادمة تقريبا ستكون خارج المملكة وستجد نوع من الصعوبة. لا تنسى الأمر الآخر، عندنا سنتين ترى تصفياتنا، هذه بقيت سنتين اللي تصفيات آسيا مع امتداد إلى كأس العالم، يعني بيجينا موسمين بيتغيرون لاعبين، بتغير أمور كثيرة، لابد أن تضبط وتضع أوراقك خططك من الآن وتطبقها بالطريقة الصحيحة. أرجو أن ما تفرط في هذه المباراة ولا المباريات القادمة، وأرجو ما يكون لك أي أعذار ولا مباراة، وأرجو أن يكون لدينا مدرب دائما لا يقول أنه حدث كذا وخطأ كذا، لا أنا لا نسمح بالأخطاء حقيقة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، لكنك أنت عرفت أخطائك الآن تقول فتوات نشوف المباراة إن شاء الله بكرة بإذن الله. طبعا زي ما قال بحسام جماهير القصيم جماهير يعني كرم وضيافة، وأنا متأكد أنه سيكون لهم تأثير، هو وجه رسالة للجمهور وهم الأول، أنا أقول وجه رسالتي للاعبين حقيقة لأن هم أدوات الفوز، وبالتوفيق إن شاء الله. حمد الصويلحي وخالد القصيم برضو إيه ربنا أنت وضعك حساس في لا بالعكس صراحة خطوة مميزة جدا من الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة المنتخب السعودي بإقامة هاللقاء على أرض القصيم، وكانت يعني خطوة منتظرة من فترة طويلة أنه المنتخب السعودي يلعب في جميع أنحاء المملكة، لأنه الجمهور السعودي يستحق بكل صراحة. جلسنا سنوات طويلة ونواف كانت تدوير ما بين رياض جدة المنطقة الشرقية، بينما بعض المناطق القصيم أبها حايل كثير من المدن، ما أبغى أذكر مدينة وتحسب علي، نعم، لكن فعلا تستحق القصيم تواجد المنتخب السعودي على أرضها، وإن شاء الله بإذن الله جمهور القصيم ما راح يقصر مع المنتخب، وأعتقد أنه حيكون حضور جماهيري مميز بإذن الله. أنا خليني أتكلم عن المجموعة بشكل عام، بنواف لما تتكلم عن سنغافورة فلسطين اليمن السعودية أوزبكستان، أيوه. قبل بداية التصفيات ولما ظهرت المجموعات، لو سألتكم جميعا المرشحين للتأهل دائما حيكون جوابنا السعودية وأوزبكستان على طول بدون أي تفكير، وهذا هذا هذا أنا متيقن منه تماما، سواء حنا أو حتى الجماهير وحتى اللاعبين والجهة الفنية والإدارية. المعطيات الفنية بناء على المعطيات الفنية والتاريخ، هذا على الورق. اليوم تجد أنه سنغافورة الأول، فلسطين الثاني، الثالث اليمن، بينما السعودية الرابع وأوزبكستان الخامس. المرشحين يتذيلون، فالمرشحين أصبحوا طبعا المنتخب السعودي لم يلعب إلا مباراة واحدة هو أوزبكستان، لكن احترام المنافس مهم جدا. شاهدنا مباراة المنتخب السعودي وأمام المنتخب اليمني مع كامل الاحترام للمنتخب اليمني، لكن فارق التاريخ والفارق الفني أيضا مستويات اللاعبين، صحيح، بالتأكيد أنه يميل لصف المنتخب السعودي، ومع ذلك تعادلنا. فأتمنى أنه مباراة الغد تكون فرصة للاعبين والجهاز الفني لمسح الصورة السيئة اللي كانت في مباراة اليمن، وهم قادرين على ذلك بإذن الله، وعلى أن يسعدوا ملايين من الشعب السعودي بتحقيق انتصار يعيدهم إلى الواجهة بإذن الله في هالمجموعة. نعم، على المرشود على المنتخب وأهمية المباراة، وزي ممكن عبد العزيز تكلم على موضوع صناعة منتخب، وأنت اليوم مع مدرب لسه مستلم للمنتخب يعني. أول شيء أنا بتحدث عن الأجواء العامة في القصيم والأجواء الجماهيرية، وأنه ما في حديث يعلو سوى فقط تواجد المنتخب، فرحة الناس، فرحة حتى الشوارع تزينت بشعارات المنتخب، الدخول مجاني، هي فرصة بصراحة بكل أمانة لشكر وتقديم الهيئة العامة للرياضة كرقم واحد في المتابعة الدائمة في تجهيز، ترى الملعب هذا يعتبر من أفضل الملاعب لدينا في المملكة العربية السعودية، صحيح، تطور بشكل كبير من تقريبا فترة رئاسة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن الشيخ، وأيضا اهتمام مباشر من قبل صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في كثير من الملاعب، ولكن تحديدا بما أني أنا من أبناء المنطقة ودائما أشوف الملعب وأحضر فيه المباريات، ملعب جدا يعني مفخرة،
وبكل أمانة يعني المحظوظ من يحضر مباراة بكرة، لأنها أنا بوجهة نظري الشخصية تعتبر كرنفال رياضي منتظر في ظل أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة الأولى يلعب في منطقة القصيم وتحديدا مدينة بريدة. لذلك أيضا نشكر الأندية الرائد، التعاون، النجمة، الحزم، الخلود اللي أعلنت عن تسيير باصات من المحافظات القريبة من المنطقة، أيضا أعلنت عن توحيد الروابط وتواجدها مع بعض، أيضا أعلنت عن توزيع الشالات، أيضا في فعاليات خارج الملعب بشكل كبير محفزة للحضور، الحضور العوائل. أنا وجهة نظري الشخصية إنها كرنفال يمكن المتابع اللي ما يحضر المباراة بيستمتع بشكل كبير عندما يشاهد الجمهور، ومتأكد بإذن الله تعالى إن الجمهور بيكون متواجد وبشكل كثافة بشكل كبير. أنا يمكن أضم صوتي لصوت الزميل عبدالعزيز، المنتخب فعلا يحتاج استقرار فني، وأنا أشوف أن المدرب هذا فيه يعني ملامح من مدرب المنتخب السابق مارفيك. حلو. يعني من ناحية اختياراته ثباته على الاختيار في بعض الأمور. لا تنسى بكرة عبد العزيز إحنا ينقصنا أكثر من 4 لاعبين، سلمان الفرج، علي البليهي، محمد كنو، عبد الله المعيوف. في المقابل عودة يحيى الشهري يعني بعد الشفاء من الإصابة وانقطاعه فترة طويلة، عمر هوساوي طبعا بعد الاعتزال طبعا. لكن هذه في النهاية أبو نواف هذه يعني رغبة اللاعب. أنا أعرف إنه الكابتن عمر هوساوي واحد من أهم العناصر المهمة في ظل إنه يعني يتمتع بالخبرة الطويلة مع المنتخب السعودي وعنصر مؤثر بالضبط. لكن أنا أشوف إنه مباراة بكرة مع كل الاحترام والتقدير، مباراة بكرة تحتاج إلى جهد مضاعف واحترام من قبل لعيبة المنتخب السعودي. لا بد من تحقيق الفوز مثل ما ذكر أبو حسام، لأنها قبل مباراة فلسطين اللي بعدها بـ3-4 أيام. حلو. أتمنى من جديد جمهور المنطقة القصيم وحتى المناطق المجاورة يكون متواجدهم فعال وقوي ويرفع من الروح المعنوية لدى اللاعبين. وشكرا للاتحاد السعودي اللي دائما ننتقده أو الهيئة العامة للرياضة، شكرا لهم على أنهم بدأوا ينوعون في عملية تواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بعض المناطق مثل منطقة القصيم بكرة. منتخبنا الوطني ولقاء مع متصدر المجموعة منتخب سنغافورة في هذا التقرير. ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، يخوض منتخبنا الوطني يوم الغد مباراته الثانية أمام متصدر المجموعة منتخب سنغافورة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم. الأخضر يدخل هذه المواجهة الثانية له في هذه التصفيات بعد انطلاقة لم ترضي الشارع الرياضي، وبالتأكيد لا ترضي لاعبي الأخضر وجهازه الفني والإداري. تعادل مع المنتخب اليمني الشقيق وضع منتخبنا في الترتيب الرابع لهذه المجموعة، حتى وإن كانت التصفيات في أولها فالأخضر لا يليق به إلا مقعد الصدارة. المنتخب السنغافوري يدخل وهو متصدر لهذه المجموعة وفي رصيده 4 نقاط جمعها من فوز على المنتخب الفلسطيني وتعادل مع المنتخب اليمني. هذه النتائج تجعل احتمالات هذه المجموعة قائمة على كل الأصعدة في ظل تواجد المنتخب الأوزبكي أيضا. مباراة الغد لن نقبل بغير الفوز فيها. قلوبنا ودعواتنا مع صقور الأخضر. طيب نتكلم عن المنتخب ونكمل الحديث عن المنتخب السعودي بعد هذا الفاصل. يا هلا ومرحبا فيكم مره اخرى في برنامج الديوانيه. عبد الكريم الزام، استاذ عبد الكريم الزام ابو حسام، المباراه على المستوى الفني على مستوى القياده الفنيه، وانت بديت بالكلام هذا عنه بانه مباراه اليمن يعني مهما حدث صحيح. من تبرير لا يمكن يعني انه ترى بانه المباراه مقياس المنتخب السعودي. والله شوف، ترى العمل غدا في المباراه ليس على المدرب لوحده، ايضا الجهاز الاداري يشارك، لانك انت خرجت مباراه سابقه اخفقت فيها. يعني المنتخب لا زال يعيش
ردود أفعال هذا الإخفاق اللي كان تعادل صادم مصدوم. نعم، إذن الجهاز الإداري له دور في تهيئة الفريق وإعادة الثقة للاعبين وتحفيزهم بشكل أكبر وإعطاء الاهتمام الكافي للفريق المقابل. الآن كرة القدم في شرق آسيا اختلفت، يعني نشاهدنا منتخب تايلند في كأس آسيا كيف كان فريق مرتب منظم يلعب كرة قدم ممتعة، يعني ممكن في كأس آسيا القادمة تجد منتخب تايلند يصل للنهائي مثلا على سبيل المثال. نعم. أنا أقول المنتخبات تطورت كثيرا، لذا مباراة بكرة صعبة جدا، لكن الثقة كبيرة في المنتخب، في مدرب المنتخب، في اللاعبين، في الأجهزة الإدارية، وقبل ذلك مثل ما قلت لك الجمهور اللي أنا أراهن عليه بكرة، يعني الاستراحات بكرة قفلوها في القصيم، يعني ما يحتاج أساس قلنا هم ما شاء الله عليهم عندهم ما عليك والله القصيم مرة يعني عشان كذا أقول الاستراحات قفلوها. وأيضاً أبو حسام المرة الأولى اللي يجيك المنتخب يعني وبعدين هذه حضوركم بكرة يا جماهير القصيم راح يكون محفز إن في مباريات قادمة تقام عندكم في المنطقة. صحيح. ومثل هذه المباريات تراها دعاية للمنطقة. صحيح. وبعدين أيضاً أهل قصيم أهل تجارة وأهل بيزنس وفلوس. أيه. يعني مثل المباريات تستفيدون من وجودها عندكم. نعم. يعني تنعش التجارة وفي مثلاً منهم ما شاء الله من الشباب بكرة بتشوف اللي يبيعون أعلام ويبيعون مثلاً. صح. المنتجات اللي تخص المنتخب السعودي. زي اليوم أبو حسام. نعم. مثلاً زي نادي الرائد. أي نعم. وزع المنتجات والأكلات. وأيضاً. التعاون كذلك. في منافسة. والله أقول يعني لأهل منطقة القصيم يعني وترى أمير منطقة القصيم الحقيقة أنا أعتبره من الناس يعني اللي ما شاء الله عليه طور المنطقة بشكل كبير. صحيح. وكان له دور في كل شيء في المنطقة، يعني خاصة على المستوى الرياضي كان هو أكبر الداعمين للأندية هناك. أنت تشوف كم ثلاث أندية في دوري المحترفين، يعني هذه غير موجودة إلا مثلا بعض المناطق. نعم. كل منطقة الشرقية فيها ثلاثة فيها ناديين في دوري المحترفين. لا ثلاث لا أربعة التفاق بعدالة والفتاة يعني إذا حسب منطقة الحسا مثلا نحسب لها منطقة الحسا. صح. أي نعم. أنا أقول يعني منطقة القصيم يعني كان في السابق يتواجد نادي واحد وأحيانا ما يكون موجود أحد. صحيح. الآن اختلف، هذا يعطيك تأكيد على أن الرياضة لديهم متطورة جدا. عشان كذا احنا بكرة يعني المنتخب السعودي الحقيقة نشوف ترى مباراة صعبة جدا، وهي مفترق طرق، يعني دائما مفترق الطرق هو انطلاقه، يعني يا اما انك يعني يكون تعثر ويكون موقف صعب والتعويض اصعب، او تكون الانطلاقه، وهذا ما نتمناه المنتخب السعودي. يا تأزم الموقف. نعم. يا تخرج. بس والله الحقيقه شوف انا مطمئن على المنتخب السعودي وعلى مسيرته وعلى ما يحدث فيه، وانا من المؤيدين للمدرب الحالي الفرنسي رونار. وأقول من الصعب الحكم عليه، لابد أن يلعب أقل شيء التصفيات هذه على الأقل 50% منها على أساس تكون أو نشوف لمساته. بس أنا مطمئن المنتخب السعودي تحت متابعة لصيقة ويومية ويمكن كل ساعة من سمو رئيس الهيئة الأمير عبد العزيز بن تركي، وهذا الرجل الحقيقة ما شاء الله ما يضع يده في مكان إلا يكون مبروك. نعم. عشان كذا انا اقول لك المنتخب السعودي ان شاء الله راح يكسب الرهان وراح يكون ان شاء الله نتائجه ايجابيه ويكون اداء التصاعدي، لان الحقيقه احنا نشاهد يجد الدعم من القياده، من خادم الحرمين الشريفين، من سمو ولي العهد، من رئيس هيئه الرياضه، يعني ما في عذر. يعني الاخفاق لا سمح الله او التقصير ما لا الجهاز الفني ولا الجهاز الاداري ولا اللاعبين، انت كل شيء مهيئ لك على مستوى الدولة، حتى الجماهير كلها تدعمك بكافة ميولها، وحتى الحضور بكرة بمجان بكافة ميولها يجونك يدعمونك، يعني بالحقيقة يعني اللاعب اللي موجود. وبعدين على فكرة ترى أحيانا يحدث من الجماهير يقول اللاعب هذا ادعى الإصابة أو ما، أنا وجهة نظري اللي ما يرغب في المنتخب بالعكس أنا أجي أبوس رأسه، لأني أبغى الناس اللي ترغب باللعب في المنتخب. يعني بالعكس لو يجيني زي مثلا عمر هوساوي قال والله أنا أعتذر، أنا ما أقدر أجبره. مع مبرر. نعم. عنده مبرر. إيه عنده مبرر. خدم ما قصر. يعني. وأحيانا حتى لو يجيني واحد يقول والله ترى عندي ظرف نفسي الفترة هذه مثلا، يقولك والله ترى أنا ما أقدر أعطيك بكامل ذا، ما أقدر أنضم لكم في هالفترة، بالعكس أقول بيض الله وجهك.
يعني ترى هذا مش هروب، بالعكس انا ابغى اللي يجي يعني تجد اذا لبس وعمره المنتخب وعمر نعم تجد يقطع نفسه ويقطع عمره على مقام في احد ادعى الاصابه يعني إيه؟ نعم في احد ادعى الاصابه لا فيه الجمهور يتكلم يعني يتكلمون ويقولون انا بالعكس لو يجيني لاعب انا ما اتكلم عن اقول يجيني مثلا يقول لك والله نفسيا انا مش جاهز لا تجبرونه انا هذه رساله لاداره المنتخب لا تجبرونه يلعب وحتى اللاعب اللي يرى نفسه مثلا ويستحي مثلا او يقول قد البعض يفسرها انه هروب من المنتخب لا يا اخي هذا مش اذا كان اصلا ما عنده الرغبه لظروف عنده مثلا نفسيه او عنده مشكله او عنده حاجه يا اخي بالعكس انت تاخذ اللاعب الجاهز فنيا ونفسيا ترى تاخذ لاعب جاهز فنيا ونفسيا غير جاهز ما راح يعطيك خصوصا حنا ترى اللاعب السعودي مش زي اللاعبين الاجانب عندنا ترى حوالي انا من وجهه نظري من 30 ل 40% من مستواه يعتمد على اموره النفسيه من خلال التحفيز يعني الان انت لما عندك 7 جانب ترى عمليه والله شدوا حيلكم وتحفيز هذا ما اللاعب يعطيك هذا اجنبي وبراتب ويعطيك اداء ما يختلف مباراه عن مباراه ولا مباراه مهمه ولا غير مهمه المفروض نعم. يعطيك بنفس المستوى بس احنا عندنا تخابر يعني احنا كمجتمعنا مجتمع سعودي او خليجي يعني العنصر الاجتماعي عنده مؤثر التحفيز ويلا وما لها الرجال ها ومن هالكلام هذا يعني ترى مؤثره عندنا من الاشياء اللي تاثر وترتقي بالمستوى الفني جانب نفسي مهم. نعم جانب نفسي عشان كذا انا اقول منتخب السعودي واداره المنتخب السعودي يجب ان يكون فيها شخصيه يعني مبدعه في التحفيز لا بد من التحفيز خصوصا عندما يكون هناك مثلا اخفاق او عندما يكون هناك مثلا هبوط مستوى لا بد ان يكون في التحفيز لكل اللاعبين عشان كذا انا قلت لك الجهاز الاداري بكره يتحمل مسؤوليه كبيره جدا يعني مع المدرب مش بس القضيه على المدرب ولا على دعم الجمهور ولا على اللاعبين ايضا الجهاز الاداري نعم سعد المهدي المباراه عن التفاصيل اللي يحكي عنها اللي ممكن تكون جوانب اداريه فيها جوانب جماهيريه تحفيزيه أنا أقول أن اللي لازم نقوله أنه طبعا أن المنتخب يلعب في أي شبر من المملكة العربية السعودية هو راعي المكان يعني نعم والجمهور اللي يعني يقع الاختيار يعني على عليهم في أنهم يكونوا الأقرب له فهم محظوظين ويفترض أنهم طبعا ينتهزون الفرصة لمتابعة المنتخب وتشجيعه ودعمه وكلنا ثقة إن شاء الله في أي ملعب من ملاعب المملكة يحضر فيها أي من المنتخبات الوطنية سيكون محل اهتمامهم ودعمهم وتشجيعهم بالنسبة للمنتخب أنا اللي الحقيقة يقلقني على المنتخب أنه الناس تتعامل معه على اعتبار أنه منتخب ناضج وجاهز للمنافسة بشكل يعني على الدوام وهو قادر متى ما أتيحت له الفرصة في الاستقرار والتدرج في الانسجام بين اللاعبين وفي نفس الوقت يعني تعرف المدرب اكثر على ما ينقص المنتخب ونقاط القوه والضعف فيه وايضا متى ما اللاعبين يعني قدروا انهم يعني يندمجون مع طرق وتكتيك المدرب اللي يفترض انه يعني لن يتبناها يعني الا قياسا بقدرات وامكانات اللاعبين والعناصر الموجوده عنده حلو مباراه سنغافوره طبعا سنغافورة دائما تثير فينا الأشجان يعني الحقيقة كذكريات نعم لأنها هي الأرض اللي شهدت أول إنجاز سعودي في كرة القدم متمثل بصعودنا لأولمبياد لوس أنجلوس ثم بعد ذلك حصولنا على كأس أمم آسيا وبذلك الجيل الذهبي الذي نحترمه ونعتز به ونفخر به ولكن أيضا هو دائما كان مشكلة لنا حتى 94 وبعد ذلك أصبح جيل 94 مشكلة لنا حتى الآن ورغم جيل 2018 اللي صعد الكأس العالم إلا أن هناك من يريد أن يجرنا أيضا للوراء إلى 94 بقيادة بعض اللاعبين القدامى أو نحن الإعلاميين أو الجمهور وهذا الحقيقة اللي لازم نتخلص منه يعني لكل مرحلة رجالها ولكل مرحلة أجيالها واختلاف ايضا ما نقدر نعيد انتاج يعني الادوات السابقه لا لا على هالمستويات اللي موجوده لا لا نريد احتراف لا نريد انتاج نريد انتاج ما يتناسب مع هذه المرحله لان كل مرحله لها شكل يعني ما الكره في الثمانينات ليست الكره في قبل ال2000 والكره اللي في بدايه ال2000 ليست الان نعم. على مستوى العالم نعم فيعني وكثر من النجوم او من الذين يعني صنعوا انجازات للمنتخبات السعوديه
والذين نقدرهم ونحترمهم ونحتفظ بتاريخهم ممكن لو وجدوا بإمكاناتهم السابقة حاليا كلهم لا يستطيعون يجارون اللاعبين الآن. ونفس اللاعبين الآن اللي نتصور أنهم أقل من الأجيال السابقة بعض منهم لا يصلح أن يلعب أيضا في تلك الفترة وبعضهم ممكن أن يلعب فيها. فلذلك المسألة مسألة يجب أن يكون ملاحقتنا للمنتخب على مبني على 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 على, على ما يحيط به من 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 من, من تغير ومن تبدل ومن تشكل في 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 طبيعة اللعبة وفي طبيعة المنافسة وفي طريقة المنافسة. الآن يعني أمامنا فرصة كبيرة الحقيقة أن احنا نصنع جيل جديد من خلال الموجودين. يفترض أن احنا يعني ننسى 2018 ووصلنا إلى نهاية كأس العالم ونبدأ في مرحلة جديدة لتأسيس قاعدة متينة للكرة السعودية وللمنتخبات السعودية إلى 22 وما بعد 22. وهذا لن يتأتى إلا بالحقيقة الحنو على اللاعبين الموجودين ومحاولة احتضانهم ومحاولة عدم الضغط عليهم أكثر مما يجب وعدم الدخول في التفاصيل التي لا تخصنا الحقيقة. يعني إحنا الحقيقة مع الأسف يعني المنتخب صاير يعني ساحة متاحة لتصفية حسابات الأندية ولتصفية حسابات أصحاب الميول مع لاعبين المنتخب، لأنها هي الساحة الوحيدة اللي تسمح له بأنه يدعي حرصا على أنه ما يقوله أنه من باب الحرص على المنتخب اللي يعتبره منتخبه. ولكن الحقيقة متى ما آمنا أن المنتخب هذا منتخب الجميع ولكن إدارته هي مسؤولية اتحاد الكرة مش مسؤولية الجميع. أنت الآن هي أمانة في يد اتحاد الكرة وعليه أن يحافظ على هذه الأمانة ويستطيع أن ينجز بهؤلاء اللاعبين والجميع يقف خلفه لدعمه وتشجيعه ومتابعته ليس أكثر. يعني هذا المطلوب منك فقط الدعم طبعا ما ترى أنه مثلا يكون لك وجهة نظر على مسألة فنية على إيه بس لكن لا ترتقي للتدخل أو 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 فرض القرارات أو 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 من أو 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 محاولة الضغط أو محاولة إثارة الإشكالات والاضطرابات في داخل المعسكرات المنتخبات. نعم هذا يحدث. يعني أنت الآن يعني مثلا أكثر ما يثار دائما على المنتخبات كلها أنه والله المنتخبات يحصل فيها تدخلات إدارية، المنتخبات إذا سلمت من التدخلات الإدارية أصبحت منتخبات وطنية وأصبحت منتخبات تنجز. وأي واحد من يطرح مثل هذا الرأي تروح له مع ناديه تلاقيه يصرخ طوال اليوم على اعتبار أنه يريد تدخل إداري لسد نقص ما في فريقه أو لإنقاذ فريقه. أين رئيس النادي وأين أعضاء الشرف ولماذا لا يتدخلون وأين التدخل الإداري وأين الإداري اللي عنده الخبرات واللي عنده القدرة على التدخل والمعرفة الفنية والآخر. المنتخب لا طبعا هم يرون أن هذا يعني عندهم المكيالين هذه موجودة. وحقيقة بغض النظر أنا ما أطيل في هذا الموضوع ولكن بس أنا أقصد فيه أنه إحنا دورنا يعني مع المنتخب هو دعمه وتشجيعه وحرصنا عليه لا يأتي من خلال تدخلاتنا في التفاصيل الصغيرة ومحاولة إلقاء الضوء عليها أكثر مما يجب وجعلها مشاكل بدل ما تكون يعني هي ظروف وتحل نفسها بنفسها. وهي مسؤولية اتحاد الكرة اللي دائما نقول أنه المنتخبات يفترض أي منتخب يفترض أن يكون نادي اتحاد الكرة. إذا كان الجميع يرى أنه منتخب وطن وهو منتخب وطن فهو يجب أنه يعني أن يكون منتخب وطن من خلال محبتك لهم من خلال تشجيعك لهم من خلال دعمك لهم بس مش من خلال تدخلك فيه ولا من خلال اعتقادك بأنك بزرع الشكوك والظنون في العاملين حول المنتخب أو في داخل المنتخب. شكرا لأبو نواف. أنا تجي معه في بعض بس قضية خلينا ما نبغى نتدخل في قضية قراءة يعني مشهد التدخلات والأمور اللي خارجة عن الميدان بالنسبة للمنتخب. خلينا نحكي عن اللاعبين أنفسهم حقيقة. عندي نقطة مهمة أنا أتصور أنها مهمة. اليوم الكابتن أتصور بيكون يحيى الشهري ولا أو من بيكون الكابتن؟ ممكن يحيى أو ياسر الشهراني. أوكي واحد منهم. اليوم الكابتن فقد دوره داخل الملعب في التجارب السابقة وفي المنتخبات السابقة وفي الأشكال السابقة كان دور المدرب دور الكابتن ودور الحارس مهم جدا حقيقة. محمد دعية عبد الله دعية ترى كانوا يوجهون خط الدفاع وكانوا يشاركون في توجيه اللاعبين. صالح نعيمة تسمع صوته
اذا حضرت المباراة تسمع صوت بس يقول لك بالوف تغيرت المباراة. لا 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 ما تغير. هذه ما تتغير. انا اتكلم عن وش ناديك المفضل اوروبيا انت؟ انا ليفربول. من هو كابتن ليفربول؟ محمد صلاح. طيب انا اشوف هو الكابتن. طيب بعد في دور للكابتن بنفس الطريقه اللي تقولها دور ما عاد يظهر على لا لا لازم يكون من اول التكتيك اصلا في طقها والثاني يلحقها سهل تلاقي يعني هو صايب جابت منجزات زي ابو نواف هذه اللي تقول طقها والحقها جابت منجزات وجابت لاعبين وقتها مع يوم كانت الكره كلها كذا لا لا كانت الكره كلها كذا انا حكيت كلام عن الطريقه هو ليش الطريقه بس انا لا لمست من كلامه قبل شوي انه خلاص ما يفترض ان نعيد الكره دائما احفظ للناس تاريخهم انا اقول ما نحتاج 94 نحتاج 2018 والطريقه اللي وصلنا فيها للكاس العالم ممتاز الطريقه اللي كانت مع المدرب اللي الكل ينتقده وهو رايح قاعد في 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 بلاده هناك هذا المدرب والله يا ابو نواف ولا قاطع صحيح صحيح في ملامح من مارفك لكن اتمنى احنا كاعلاميين كجماهير اذا جاء وقت المنتخب نبعد عن الانديه قصدك بيتزي يا ابو نواف سام قصدك بيتزي لا ما لا لا اقصد مارفك مارفك على الاستقرار يعني مارفك على الاستقرار لو تلاحظ الاسماء لو تلاحظ الاسماء يا ابو ابراهيم في ثبات يعني هذا انا 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 اتصور انه بكره في ظل غياب سلمان الفرج البليهي على محمد كنو على عبد الله معيون هي فرصه لتجربه في عدد من اللاعبين الموجودين اللي يشاركون في انديتهم كلاعبين اساسيين ان شاء الله بس خلينا نقول نقول دور الكابتن انا مصر عليه شفت عبد العزيز يدخل على الجزئيات ما لها علاقه فيه لا 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 خلاص في اشياء ما تمسونها عشان كذا قاعد المسا دور الكابتن المسا وانت ما عارف الكابتن في ناديك اللي انت تتابعه قد يحدث اصلا ارتباك وفوضى داخل اللاعبين لان المدرب مو موجود اساسا معهم في هو وسيله ضبط داخليه يستطيع ان يتحدث ولا مكانته ولا تنتبه لهذا ترى عملت كذا بدون ما يوجه او حتى ينقل افكار المدرب نفسه ينقل ايا كان له دور هذا ما فيها كلام حتى بعض الفرق كانت اذا شفت الكابتن الفلاني هذا جنبي انا مرتاح اساسا وانا قاعد العب والله ايه اكون مرتاح ايه بس هذا طبعا فقدناه هذا الشيء هذا ليش فقدناها يعني في كباتنا موجودين فيك بس دورهم هذا الدور انت اللي تتكلم لما المدرب يعطي خطه ولا يقول له لا برضه احنا قاعدين نقدم انا اقصد انت الصوره الذهنيه عندك الصوره الذهنيه عندك للكابتن قد تكون مختلفه عن الواقع اللي موجود لا انا ابغى الصوره الذهنيه الكابتن المفروض يلاحق الحكم ويقول لك كذا الحين لا لا انا ابغى الكتره لا ادواره مختلفه يعني صارت اقل من هذه متعبتهم يا رمي بيتروس ايوه ممكن انا اقول خلينا على من الكابتن اهم شيء عند المدرب اذا كان هو جدير او قدير بان يستطيع قراءه المنتخب اللي بيواجهه هل هذه موجودة فعلا عند مدربنا ولا لا؟ لأن قضية قراءة المنتخب لأن أنا شلون صراحة أنا أعرف سنغافورة شفت بشوف المباراة مباراة مرتين أو غيرها يعني شلون بفهم أنا بالضبط تعتمد على بعدين هو جاي يلعب عندك أنا متأكد أنه بيلعب تكتيك على أرضك بطريقة مختلفة طيب أنا فقرت يعني اليمن ما استطعت أن أقرأ وش كيف يلعب لاني ما عندي اي تسجيلات لا مو كذا ما عندي ولا شيء لسه ما تعرف المنتخب ما عارف بالضبط لا مو كذا عبد العزيز قل ان المنتخبات في شرق اسيا تتطور وحنا يعني لا انا بواجه فريق لان منتخبنا اصلا لسه ما بعد تشكل صحيح هذا يعني قاعد تلعب بطوله لا انا قاعد ابني منتخب انا المدرب ما جاء له الا شهر طيب انا معك بس انت لازم تواجه الامر الواقع بقراءه مميزه للفريق اللي بتقابله مو معقول انا ماني في وقت اني قاعد ابني منتخب صح ولا لا انا قاعد اشارك في استحقاق الان صح ولا لا قاعد العب ثاني مباراه مضطر تبني والله اضطر ابني لكنه بواقع عندك ترى المنتخبات لا نعطيها اكبر من حجمها خلينا واقع انا احترمها واقدرها بناء عليها لكني انا برضه اقدر افتازها بدون كلام ميليت. لا يمكن اني اصل مرحله الحذر عندي اني الخوف اني اخسر لا انت مبارك عزيز ابناء بالثقه يعني ان شاء الله في الموجودين الثقه في الموجودين واشراكهم ما في هذا ايه وباستمرار ان شاء الله بعد الان نحمل كل شيء المدرب ايضا حتى اللاعبين يتحملون هذا انا اللي كان يقوله بنواف حتى في يقول الحنوا عليهم لا ما في شيء اسمه حنوا صراحه عندنا في الدوري انا ما احنو على لاعب انا اقدره واحترمه واعطيه اللي يبغى اذا لا تقصر لكن لا في اللعب انا سائل عن كل حركه في الملعب صحيح انا شو اسمه اواجه بكل خطا صحيح بس نقطتين اخيره فعلا المنتخب راح يصنع حراك اجتماعي في القصيم وهذا مهم جدا بالنسبه لمنطقه القصيم واتمنى زي ما قال حسام مردود طيب وتجربه وقياس على ان هذه التجربه نجحت على المستوى الشاب وان شاء الله يكون الامر الاخير
أنا شفت الملعب التعاون وتذكرون قبل 3-4 سنوات كان دائم فيه مشاكل كثير صح؟ وهذا إنجاز لهيئة الرياضة ويعني بشراف مباشر وسريع حقيقة من الرجل الميداني سمو الأمير عبد العزيز بن تركي. وشوف الملعب هذا وهذه الإمكانات وهذه المقومات وهذه القدرات لازم يكون خلالها يا أخي منتج بالنسبة لنا، فما يمكنك تعطي الشيء الكثير ولا تستطيع أن تأخذ نتيجة ترضي يعني كل ونقطة أخيرة الطاقة الخضراء. دائما أقول النصر جمهور النصر هو الطاقة الصفراء، اليوم أنا أقول إيش الطاقة الخضراء. شوف أنا بس على موضوع المنتخب أنا ماني مع موضوع البناء أن المنتخب فيه بناء، المنتخب دائما تدعم عناصره مثلا في كل موسم بلاعب أو لاعبين من الجيل الشاب المواهب اللي برزت مؤخرا مثلا بتكون مشاركتها بالتدريج. والله أني أبني منتخب هذه ما تصير في العالم كله، ما في دولة تبني منتخب، لا بد يكون منتخب حاضر في كل وقت في كل موسم يكون جاهز انه يخوض المنافسات، ان كان فريق منتخب قوي وبطل وكذا ينافس على البطولات، وان كان منتخب من المتوسط او الاقل معناته يدخل للمشاركه وعلى اساس ممكن يحدث مفاجاه يتطور مستواه من موسم الى اخر. ابو حسام اذا سمح لي ابو حسام، بالنسبه للمنتخب السعودي الان هل هو منتخب جاهز عناصريا وهذا منتخب له تجربه؟ أنا يعني بقول في نعم في مجمله احنا نتكلم ما نتكلم طبعا عن طبعاً البعض منه البعض من عنده مقارنه بالمنتخبات الموجوده هذا القصد من انه نتمنى ان هالمنتخب هذا يعني يتعزز ويقوى ويكبر ونستمر فيه مقارنه بالمنتخبات الموجوده المشاركه ومقارنه بالدوريات الموجوده في هذه الدول المشاركه. انا اعتبر المنتخب السعودي المفروض يفرق عنهم كثير، اعلى طبعا، اعلى فنيا، اعلى تنظيميا، اعلى اداريا، اعلى حتى من ناحيه الدعم المالي والاعلامي واحترافيا كله. انت كلام مدرس الغفور ايش يقول؟ المنتخب السعودي انا وجهه نظري كان ماشي في نمط تصاعدي، مؤشر تصاعدي، تعرف السهم اللي رايح نسبه طالع ايوه كان مع مارفيك كانت تبعك عاد انت اي كانت طبعا شيله مارفيك انا اعتبر انها هدمت مشروع إعادة أو استمرار كرة القدم السعودية في المقدمة. بيتزي هذا الأرجنتيني هذا هدم كل شيء للأسف، يعني مدرب يعني العمل الجبار اللي قدمه مارفيك الهولندي رغم من اعتراض الإعلام. شوف أنا أقول لك مارفيك وضع الإعلام في زاوية أغلبهم 90% صراحة، يعني انتصر عليهم كلهم وهذه كلمة حق يجب أن تقال يعني الجميع، وهذا يعطي مؤشر. وحسام انت كنت من ضمنهم ولا لا؟ انا بالعكس ما كان لك راي على مارفيك؟ لا انا كنت من مؤيدين مارفيك طيب. قد يكون لي بعض الاراء البسيطه عنه بس في ناس يعني كانوا ما يريدونه حتى يعني حتى حطوا قالوا هذا مدرب فاشل اللي جايبه احمد عيد، ولما نجح قالوا لا اللي جايبه الامير عبد الله بن مساعد. يعني زي الان الحين في شوف احنا دائما تسيرنا الميول، يعني شوف انا اتكلم بالعموم حتى انا ادخل من ضمنهم، يعني ترى ما احاول اني اعتراف شجاع لا ما امارس الاستاذيه عشان ما امارس الاستاذيه اعتراف شجاع يا ابو اعتراف لابد منه عشان كذا زي الحين انا بضرب لك مثال حديث الان قدامنا الان واضح الان لجنه المسابقات اللي في رابطه المحترفين اذا كان هناك عمل متميز منها طلعوا يشيدون بالاستاذ احمد الراشد وكان طلع شيء من لجنة المسابقات سلبي قالوا مسلي المعمر هو المسؤول عنه. انت خلك انت المفروض انت تكون على خط واحد، ايه طلع الزين والشين حطه في مسلي ولا الزين والشين حطه في احمد، خلك بين على خط واحد ماشي ايه. عشان كذا انا اقول لك المدربين انا ترى من الناس اللي ما احاول ادخل في صلب عملهم نعم او اعطي احكام مسبقه عليهم. طيب احنا مثل ما قلت لك كنا ماشيين في مؤشر تصاعدي أبو حسام لكن اللي اتفق عليها المعظم بالنسبه للمارفك اللي هو في عدم تواجده، وهذا كلنا حقيقة اتفقنا على انه يفترض ان يكون يتواجد ايه؟ انما من ناحيه التشكيل ومن ناحيه التكتيك ومن ناحيه استقرار المنتخب وحرصه على المنتخب بالعكس كان عمل عظيم. انا شوف هذه ما تجعلني اني اخسر مدرب كبير ايه؟ مثل هذا، هذه أنا أعتبرها جزئية بسيطة. وبعدين ترى الرجل معه فريق مساعد يتكون من 10 موجودين في السعودية ما يغادرون معه هو فقط اللي غادر، إضافة لذلك الآن وسائل التواصل والنقل التلفزيوني طيب. أصبح هو حتى يشاهد مباريات وحتى لو كان في هولندا يعني ما عنده مشكلة فيها خصوصا يعني حضورهم عن عدم حضوره هذا ما له تأثير سلبي طيب. أنا أقول الآن إحنا يجب إحنا ندعم هذا المدرب ونقف معه
وياخذ فرصته كافيه. ممتاز. اللاعبين ايضا عليهم مسؤوليه كبيره، واذا انتم ما راح تتاهلون من هذه المجموعه يعني هذه مشكله تكون فيكم ليست في المدرب. ان شاء الله نتفائلكم الفوز باذن الله. احنا متفائلين باذن الله الفوز المنتخب. حمد سوي اقول بكل صراحه ارجو عدم الاستعجال في الحكم على المدرب هيرفي رينار. مدرب صاحب تجربة مميزة في محطاته السابقة. على ذكر بس قبل شوي الأستاذ عبد العزيز لما ذكر أنه يجب أن يكون متابع للمنتخبات اللي راح يواجهها المنتخب السعودي، وأنه ما أعرف كيف تابع المنتخب اليمني قبل المباراة، وأنه كيف حيتابع منتخب سنغافورة. يعني من المستحيل أنه مدرب بهذه القيمة وهذا الحجم لا يتعرف على خصمه قبل المباراة. اليوم الأجهزة الفنية أو المدربين معهم طاقم متكامل من ضمنهم محللين تقنيين ومحللين فنيين يراجعون جميع مباريات المنتخبات اللي راح يواجهونها في جميع المناسبات المقبلة، كل مباراة على حدة. بالإضافة إلى أنه من الأمور الإيجابية بالنسبة للسيد هيرفي رينارد هو تواجده في كثير من مباريات الدوري السعودي، سواء في الدمام، في الرياض، في القصيم، في جدة. رجل أصبح ما شاء الله تبارك الله في خلال الجولات الخمس الماضية مثل الرحالة، في كل جولة تجده يحضر مباراة ومساعدي يحضرون أكثر من مباراة أخرى لمتابعة أيضا لاعبي المنتخب السعودي عن كثب. فمثل ما ذكرت لك أنه أرجو عدم الاستعجال فقط، لأنه لسه المدرب صاحب تجربة جديدة مع المنتخب السعودي. طيب. للتو أشرف على المفروض أنه ما نستعجل، نتمنى أيضا التوفيق له معه. وأنت ما تستعجل على موضوع الرابطة، أنت تقول له المعايير الجاهزة لا تستعجل، المعايير موجودة. أنا أعتذر أبو خالد لأنه ما شفت المعايير. معايير موجودة كويس أنك تثقفنا فيها. شكرا للرابطة لتعاونها معنا ورسال كل التفاصيل في الحلقة، يعني وكان عمل مهم لرابطة المحترفين على مستوى حتى الجائزة. كان معلن من فترة سابقة عن المعايير تداخل تركي أكثر مرة، وتداخل تركي سلطان معنا أكثر من مرة ووضحها. تفضل علي. أنا بقى أتكلم عن أنه حتى إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا حققنا الفوز اليوم طبعا الخميس، بس أهم شيء تروح تحضرها يا أبو نواف إن شاء الله. أنا وياك ترى بنشوفك متابع إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقهم إن شاء الله. أنا أتمنى خذ معك أبو إبراهيم إننا نتعاطى كلنا نديرت ودي معهم. والله أبو حسام ودي قايل له أنا بس صار عندي حلقة بكرة عندكم يعني. لا نعفيك منها معنا إذا تعفوني بطلع أنا وأبو نواف بكرة. أبو نواف تشرف هذا منتخب الوطن يا أبو إبراهيم، وأتمنى ما نفرط في المديح في حال حقق المنتخب، لأنه هذا الشيء طبيعي أن يفوز المنتخب السعودي على مثل هذه الفرق. ولا أيضا لأنه المشوار لا زال طويل، قدامك مباراة بعد 3 أيام أمام منتخب فلسطيني، لكن أتمنى كل اللي أتمنى شخصيا أنه استشعار اللاعبين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المباراة، وتعويض خسارة النقطتين اللي خسرناها قدام المنتخب اليمني هذه بكل أمانة. والشيء اللي يعني بصراحة مفرحني كثير أنه في كثير من اللاعبين الموجودين في الراد والتعاون والنجمة والعربي والحزم والخلود، لاعبين سابقين دوليين شاركوا مع المنتخبات سابقا في سنوات ماضية بيحضرون المباراة، أيضا أعضاء شرف الأندية كلها الموجودة هذه، روابط من خارج منطقة القصيم. ما عاد في أعضاء شرف، أنتم دائما كثر أعضاء شرف، ما عاد في أعضاء شرف. لا فيه أعضاء ذهبيين. أعضاء ذهبيين. أنا أتكلم عن الدوري الدرجة الأولى. حتى ما عندها. ما عاد في أعضاء شرف. ما عاد في أعضاء. خلينا نسميهم رجالات الأندية السابقين. ممتاز. عشان ولا تزعلوا بنوبة. ممتاز. لا حتى الأندية بس مو. لكن بما أنك تحدثت عن اللائحة. بما أنك تحدثت عن اللائحة، أنا أتمنى والله هذه أوجهها يعني أتمنى. يعني بصراحة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بحكم أنه هو رئيس الهيئة، إعادة النظر في الرسوم العضوية الذهبية الخاصة الموجودة، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بالضبط ما يمكن يجيك واحد يدفع 100,000 ريال ويسفل في النادي بمجرد اختلاف وجهات النظر أو بمجرد خلاف مع شخص ما بكل أمانة. لكن بنرجع المنتخب واثقين في الفوز بإذن الله تعالى. الأهم تفاعل الجمهور طوال 90 دقيقة، لأنها مباراة مهمة حاسمة على ملعبنا، ما ودنا نفرط في نقاطها الثلاث.
وتبقى المسؤوليه مثل ما قلت على اللاعبين داخل ارضيه الملعب. في تيفو احنا في تيفو كليجس فانا قاعد اتكلم انه دائما احنا نحمل المدربين الجهاز الاداري اتحاد القدم وذا لا بد دور اللاعبين اللي يلعبون في ارضيه الملعب محتاج قائد في الملعب بالضبط. هذا كان اكتدق على عبد العزيز لا انا اتوقع انه كلهم ما هو كابتن ليفربول. لا نبي بكره انا اشوف الكابتن انت كابتننا الحين الكابتن نبي عشان اقول لك انه ما عاد صار يبان في نبي نروح بكره لازم بكره يكون في بالضبط هذه مباراه لاعبين مثل ما ذكرت انا لبن يعني اللاعبين نفسهم هم اللي بكره هذه اللاعبين الرهان عليهم. احنا عندنا البرنامج ولا ودنا ان نكون موجودين لكن بيروح عننا علي يبثلنا جميعا نيابه عنا الروح احسب يقول روح للمنتخب الروح روح اللاعبين لا 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 ابي روح اللاعبين انت ما مركز معنا انا مركز قاعد يقول لي باقي دقيقه محمد صلاح رساله من المدام لا المدام ما يرسل في الشباب يقول لي باقي دقيقه تضيف شيء عزيز؟ لا انا اقول تو تكلم على القراءه اتمنى فعلا حاله الاستقرار تكون تسود المنتخب لا يهتم بالاسماء بقدر ما يهتم بالتناغم وانسجام اللاعبين. الامر الاخر اتمنى فعلا يعني متابعه اللاعبين وهم يعودون لمبارياتهم مع انديتهم في الدوري. الامر اتمنى دعم الانديه للاعبين الذين يذهبون للمنتخب. يعني خلينا نكون واقعيين بعض الانديه ممكن يكون لها موقف كذا منزعج اللاعبي راح للمنتخب وانا عندي كذا ولا عندي كذا هذا بالنسبه يجب ان نتجاوز هذا الامر صحيح. نعم. لان اليوم كلنا نشارك المنتخب سواء جماهير حتى اعلاميين ونحظى بفرصه وشرف تمثيل المنتخب كلهم في مكانه اللاعبين في الميدان وهم سيحققون ان شاء الله النتيجه ونحن خلفه بالدعم ان شاء الله والاشاده والدعم ونبعد عن الانديه الحين يعني تحديدا هالايام ان شاء الله نكون موفقين في 20 دقيقه شوي وندعم المنتخب يكون في مباراتين نغير طريقه المباراه ونقدر نمسكها من البدايه صحيح. وانا متاكد انها اذا وفق المنتخب في 20 دقيقه الاولى في سواء في نعم. مسك ارض الملعب وضغط عليه ناهيك عن تسجيل هدف فالامور ان شاء الله يعني مع الدعم الجماهيري ان شاء الله مع الدعم الجماهيري الكبير المتوقع ان شاء الله ان شاء الله الامور كلها بإذن الله درب اخضر ان شاء الله الأخطاء. ان شاء الله الاخطاء طبعا حمد اقول باذن الله نفرح جميعا ان شاء الله بانتصار اخضر سعودي يعيد لنا شيء سعيد باذن الله وكند اخضر ان شاء الله يا رب يا رب باذن الله نقطه معليش انا كثير من الشباب سالوني يقول يا اخي بكره في مباراه المنتخب وما سمعناها قلت الخطا منكم انتم مو منها اتمنى فعلا يعني زي قنواتنا الان بكره عندنا مباراه منتخب لا تقتصر على فقط على القناه الرياضيه على الاقل ب كليبز مثلا في بي سي ولا في القناه ولا فلا يعني اي فواصل انه تعلن يعني هناك جماهير او مشاهدين لهذه القناه والقنوات الاخرى السعوديه وحتى المنصات الاخرى يجب ان تنطلق حقيقه الكل عليه دور ثلاث اربع مباريات اربع ايام قصدي قبل المباراه تنطلق ان هناك فعلا انه نعرف ما احتاج دعوه والمفروض ان الشخص هو اللي يبحث لكن ايضا الاعلام عليه دور انه يصل الكثير من الناس اساس يعني يرفع مستوى حاله يعني التشجيع والدعم والمؤثرين على السوشيال ميديا عليهم دور اكيد هو دور تكاملي لجميع شرائح المجتمع السعودي ما هو فقط حتى على المستوى الرياضي في التعاطي مع المنتخب السعودي لان هذا موضوع واجب. يهم واجهه زي ما قلت ابو حسام واجهه للمملكه العربيه السعوديه باذن الله احنا متفائلين للمنتخب السعودي وكلنا مع هذا المنتخب باي شكل يكون باي اسماء موجوده احنا غير شعارنا هو اللي يهمنا واثقين في او يعني زملائنا اللاعبين واثقين في الاتحاد السعودي في العمل مع هذا المنتخب وتحقيق نتائج ايجابيه من خلال هذه التصفيات فالك التوفيق يا الاخضر.